إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب على الهوى. شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. وسوالفنا شبابية. سوالف شبابية. على وين؟ على وين يا شباب؟ وين رايح وين المشوار؟ خلك معانا معانا، خلك مع الشباب، خلك معانا معانا، خلك مع الشباب. شباب على الهوى. شباب على الهوى، كل ما يهمكم يا شباب في شباب على الهوى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثانية وحتى الرابعة عصرا. شباب شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. شباب شباب على الهوى، يلا اكشخ ابتسم على الهوى. شباب شباب على الهوى. شباب شباب على الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في هذه الإطلالة الجديدة عبر برنامجكم شباب على الهوى. حياكم الله أحبتنا وسعد الله مساءكم في شباب على الهوى. حياكم الله مستمعينا، نرحب بكم في هذه الحلقة اللي راح نرافقكم فيها إن شاء الله من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة إن شاء الله من الأحد للخميس. واليوم بادين الحلقة بابتسامة وبضحكة. جلال مرتاح اليوم بعد؟ الحمد لله. شخبارك سيد؟ الحمد لله والله كله تمام إن شاء الله. والله رجعنا بعد يوم الخميس. يلا الحمد لله إن شاء الله. أنتم ما شاء الله متواصلين. أمس والله تمام يا جلال، بس أهم شيء تخفف عليه من هذا الخفشات يوم الخميس. أقول لك كثر حطمت القبهة يعني. حياكم الله مستمعينا الكرام. طبعا حياكم الله مستمعينا، ودائما يقال بأن من شجرة واحدة تستطيع أن تصنع مليون عود كبريت، لكن في المقابل يمكن لعود كبريت واحد أن يحرق مليون شجرة. فلا تدع أمر سلبي واحد يؤثر على ملايين الإيجابيات في حياتك. ها؟ معقولة؟ معقولة معقولة جلال. معقول يا جلال، يعني ما تحط الأمور السلبية الحين نقتل لك لا تسوي لي حركات؟ لا لا عادي، هذا أمر إيجابية هذه. فخليكم مستمعين الكرام معنا عبر إذاعة الشباب وبرنامجنا شباب على الهوى. في الإعداد معاكم مشاعل بن سعيد القاسمية، وفي التقديم سعيد محمد الخروصي ومشاعل القاسمية، أيضا في التنسيق معنا سيف الهلالي، وفي الإخراج المبدع دائما جلال الخويطري. شباب شباب على الهوى. هب الهوى هب لما القلب حب، لكن مش المحبوب هات لي حالي. انت انا يا رب نور لي الدرب، خليني اشوف اليوم واش في غليلي. هب الهوى هب لما القلب حب، لكن مش المحبوب هات لي حالي. ما ادري يجي من
معهل من سفر الخل سفر ولا شفناه يا ويلي ويلي شل القلب شل لكن ولا مل ناطر حبيب الروح ينو ويجي لي هل الدمع هل من سفر الخل سفر ولا شفناه يا ويلي ويلي وشل القلب شل لكن ولا مل ناطر حبيب الروح ينو ويجي لي ظلت نرتجي ما يجي ما يجي شباب على الهوى نرحب فيكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب ومع شباب على الهواء. وصلنا للسحب على فائزين 2 وقيمة الجائزة 100 ريال مقسمة على 2 وسؤالنا كان يقول معك سيد. طبعا كان سؤال حلقة الأمس لماذا سمي جبل الشمس بهذا الاسم؟ طبعا الإجابة مجموعة من المستمعين أو المتابعين أجابوا الإجابة الصحيحة. الإجابة هي أول بقعة مرتفعة تستقبل أشعة الشمس الصباحية وآخر ما تغيب عنها في المساء. طبعا أعتقد جلال بما أنك من الداخلية أكيد رحت قبل شمس رحت قبل شمس حلو جبل شمس زرته يعني الجو جميل الجو بارد زرته وقت الشتاء كان بصراحة حاجة خيالية والثلج عاد هناك أمطار عجيبة ما شاء الله كانت خلاص احنا يبان كذا ننظم رحلة قبل شمس إن شاء الله ليش لا خلينا نعرف مشاعر الفائزين معنا لحلقة اليوم طبعا خلينا نشوف السحب معنا عبر الرسائل النصية القصيرة نقول بسم الله خلينا نشوف الفائز الأول معنا طبعا الفائز الأول معنا عبد الله محمد البيماني مبروك عبد الله مبروك لا هو عبد الله خلاص أكيد بيستانس يعني الكل طبعا جاوب إجابات تقريبا
يعني قريبة من بعض والكلهم صحيحين. صحيح. نسحب الرقم الثاني. خلينا نشوف الرقم الثاني معانا والإجابة الصحيحة لسؤال حلقة الأمس. أيوة. إذن الفائز الثاني معانا. الفائز الثاني تهاني بنت يحيى بن محفوظ العامرية. تهاني بنت يحيى بن محفوظ العامرية تستي معانا بخمسين ريال على سؤال حلقة الأمس. والفائز الأول طبعا اليوم في عدل. ها أي بنت يعني ولد بنت أنا ولد. راضية الحين راضية خلاص هي رضت اليوم. الفائز الأول طبعا عبد الله محمد البيماني. طبعا نذكر أن قيمة الجائزة 100 ريال مقسمة على شخصين كل شخص 50 ريال. وبالهنا إن شاء الله إن شاء الله يتهنوا فيهم 50 ريال ونقولهم مبروك مبروك. وطبعا أو مبارك عليهم طبعا الجائزة طبعا قلال يضحك معنا ولا إيش فرحان. إنزين خلنا المستمعين الكرام نروح لي سالفة موضوع اليوم. وسالفة اليوم طبعا يمكن مشاعر أنت في حياتك على طوال مسيرتك يعني سواء كان في مرحلة دراسة مدرسية وحتى الجامعية وحتى أثناء الحين مجال العمل تدخلي في مرحلة إحباط مرحلة شوية أنك ما مرتاحة أو أنك يعني ما راضي عن نفسك كثير دائما كل يمر في هذا دائما هذا يعني المرحلة. شوف سعيد دائما إحنا في حياتنا الإنسان اللي يحب يوصل لحاجة لابد أن ساعات يتعثر بالفعل. يطيح في ناس تقوم من الطيحة اللي هي طاحتها وتبني خطط جديدة وتقوم وتوصل لغاياتها وفي ناس تقعد مثل ما هي يعني وما تعمل حاجة وتقعد تتنكد. معانا مثلا أقرب مثال يعني طلبة الجامعة والمدارس أول ما يتخرجون حاط في باله تخصص طيب معدلك ما أهلك أنك أنت تدخل التخصص الفلاني تحسه محبط أنا خلاص ما أحب الدراسة أنا ما أبغى أدرس أنا خلاص بقعد في البيت طيب أنت يعني الإنسان اللي يقعد يفكر شوية سعيد ويحط في باله أن الله سبحانه وتعالى دائما ما يعطيك حاجة ما يأخر عليك حاجة إلا لحكمة من عند ربي سبحانه وتعالى لكن تحس ان الطاقات الشباب طاقتهم ما شاء الله تكون زيادة. احنا نوصل معاكم مستمعينا معاكم يا سعيد ان احنا كيف يكون النجاح او الاحباط ان احنا كيف نوصل معاه للنجاح بالفعل كيف يقودنا الاحباط كيف ممكن نحول هذه الحالة اللي ممكن يمر فيها الانسان من ضيق من احباط الى نجاح ويمكن احنا مرينا في هذه الفترة مرينا يعني الأمانة في مرحلة الدراسة فترة المدرسة كنت حاط هدف معين لتخصص معين لكن للأسف يعني ما حققت هذا الهدف بالضبط وما كنت موجود معكم يعني لو حققت هذا الهدف ما كنت راح أكون موجود هنا لكن الحمد لله على كل حال الحمد لله. وبكل تأكيد مستمعين الكرام يعني نحب نسمع تجاربكم مع هذا الموضوع ونستقبل سواء كان عبر الاتصالات أو حتى رسائل نصية قصيرة أو حتى تغريداتكم على تويتر سواء كان على وسم شباب على الهواء أو كذلك حساب إذاعة شباب في تويتر. خلونا نذكركم بأرقام التواصل معنا وبإذن الله راجع لكم شباب على الهواء. للتواصل مع برنامج شباب على الهواء الاتصال على الرقم 24698151 وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456 وللمشاركة على سؤال فقرة على وين ارسال الإجابة على 90130 وعلى تويتر @شباب راديو أمان والإنستغرام شباب أون إير. شباب على الهوى. شباب على الهوى ومعكم إن شاء الله يا مستمعين الكرام حتى الساعة الرابعة في كل جديد ومفيد إن شاء الله.
وننتظر جلال شكله بعد ما بنشط معانا اليوم بعد ما صح ما عطانا كذا شوية حركات عشان نتفاعل معه بشكل أكبر. يقول لحظة شوية الحين أعطيك شكله يحضر حاجة حلوة الحين. شكله قاعد أشوف يدور هناك. لا لازم شكله هو تأثر بموضوع الإحباط وال. لا إحنا ما نبى مستمعينا يتأثرون وما نبىهم يعني بالعكس إحنا بنسمع تجارب أكيد في تجارب مرت معاهم. بالفعل. أكيد في ناس قدرت أنها تتخطى هذه المشكلة وهذا يعني إحنا ما بنسميها مشكلة هذا العائق يعني وأكيد قدرت أنها يعني تلاقي حلول. لهذا الموضوع وكل شخص يعني في هذا العالم وفي هذه الحياة لازم يمر بهذه الفترة أكيد لابد كيفية التعامل مع هذه الحالة كيف أنك تتعامل معها هنا الفيصل في الموضوع يعني هل أنك راح تتجاوز هذه المشكلة وتحولها إلى عامل إيجابي وعامل أنك تحقق النجاح أم أنك راح تستقر على هذا الحال وتبقى في نفس هذه الوضعية حتى يمكن اختراع المصباح هذا يمكن أبرز مثال على هذا الموضوع كيف أنه مر بتجارب عديدة وصل يمكن 99 أو تقريباً لما وصل تقريباً كذا و999 وفي المحاولة الأخيرة نجح فيها أبداً يعني لو ما يأس أيوة لو انحبط من أول محاولة أو من أول مرحلة كان ممكن يعني راح نعيش حنا في الظلام تقريباً وما ننسى أن كثير اللي يعيشون فترة إحباط تلاقيهم يستسلمون للواقع بسهولة يعني ما تحس أنهم قاعدين يرجعون خطوة للوراء أنا يعني مثلاً حابة أني أوصل لنقطة معينة أو لغاية معينة طيب لابد أني أنا أضع رجع يعني خطة وراء شوي أني مثلا لابد أني يمكن لا سمح الله أتعثر لابد أني أنا ما رح أوصل لابد يعني أني أكون أنا حاطة في بالي هالشيء علشان ما أتفاجأ وأقدر أطلع من السلبية اللي أنا يعني وقعت فيها لا سمح الله. بالفعل. ودائما أنا يعني سعيد دائما من تجربتي الشخصية حب أقولها يعني الحمد لله الحمد لله دائما لما الله سبحانه وتعالى ما ييسر لي حاجة دائما أقول الحمد لله الخير في مختارها الله دائما. بالفعل. الإنسان دائما يحب يركز على حاجة ودائما وهذا حقه أن يعني تكون له طموحات تكون له أهداف وغايات لكن إنما يوصلها ما معناته أنه هو إنسان فاشل. بالفعل. إحنا لازم نتخطى هذا الفشل. وطبعا هنا تظهر شخصية يعني سواء كان الولد أو البنت أو حتى الرجل أو المرأة يعني كيف شخصيا أنا أتخلص من هذا الوضع وأن أوصل لي يعني أحول كل هذا الفشل إلى نجاح أو إذا صح التعبير يعني إذا أحول هذا الفشل إلى نجاح وكيف أنه ممكن أهتم بهذه التفاصيل يعني يمكن نحن أسباب الفشل اللي يعني أصابنا أو مرنا فيه بسبب التفاصيل الصغيرة أنا ما ركزت عليها هي هذه وشوي يعني منحرفت عن الطريق لكن كيف أن أعدل من هذا الوضع وأن أرجع مرة ثانية إلى المسار الصحيح وأن أحقق النجاح طبعا صحيح. موضوعنا الأساسي كيف أنه ممكن أو متى يكون الإحباط قوة دافع على النجاح وتلاقينا على طول يعني مجرد ما طحنا نتضايق ونتكدر وكل حاجة كل السلبيات وكل شيء حولي يعني ضدي بالضبط كل حاجة يعني بس هي يبالها تمالك أعصاب مستمعينا يبال الواحد يفكر صح والإنسان دائما لابد أنه يتعثر وكل شيء يتمناه بيحصل عليه يعني إذا الله سبحانه دائما ويكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى سواء الله كتب له أو يعني راح يتيسر ولا بد أن الإنسان يحط له خط رجع دائما ممكن بعد نفكر في هذا الموضوع من جانب آخر أن هذا الموضوع يعطينا فرصة ثانية للتفكر في النفس أو لإعادة الحسابات يعني هذا قم من سبب معين يعني أكيد في حاجة معينة سببت هذا الشيء وبالتالي أنا لما أعيد حساباتي مرة ثانية أكيد راح أوجد وين الخطأ وبالتالي أكمل مرة ثانية طريقي وأعدل الخطأ وهي كذا الحياة يعني هي الحياة ما في إنسان كامل أو ما في شخص ما راح يخطأ والكمال لله سبحانه وتعالى في صراحة الخدمة سيئة في القهوة يا الهيلك يا الهيلك ما تسمع أحاتيك أنا شو نو هيلك تتحى معاي يا تحشباك يا تشبهاك يعني اكو حد غيرك بالقهوه لي يجيب طلبات حق الزباين سلنهاك وليرحم والديك لا تتحى معاي كذي العين يبي شاي ولا لا اي شاي ولا لا ابي قرين تي شوف سلنهاك انا عمري ما غلطان عليك ليش غلط علي شنو قرين هذا شنو يبي شاي روح يبي شاي يلا رهيب الشاي واقف بعد واسمعني زين سلنقح يروح يجيب لي شاي بعدين اسمع غسل الاستكانه بالماء الحار اخاف احد قبلي شاي شات والله ما والله العظيم ما تخلي الواحد حتى يعرف يتكلم غسل الاستكانه بالماء الحار عشان يمكن واحد قبلي شارب فيها فيها بيور زين الحين سلنقع انت ليش تتشحى معاي بهاي الطريقه ترى ذبحتني يلا اذلف يجيب لي شاي وفكني على امرك سلنحق باشا على امرك على امرك سلنحق باشا
ابو الخيل. هلا. اي شلونك؟ هلا. شو اخبارك؟ هلا. ايش فيك؟ عسى ما شر ويك اليوم. ايش فيك؟ استلم سلامك. هلا اصلي. والله اضرب رب الفلق. انت اي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شنو بسم الله؟ شايف بليس الله يهداك انت. لا ما شاء الله ابو ورا بالي ذلالي قاعد يحاكيني. ايوه. اي طلب وينك؟ شنو خير ان شاء الله؟ شكو انا وشكو بطلوب؟ شنو شكو؟ مو اخوك مو طبجتك. طبجتي؟ اي تخشع على طبجتي. من وين طبجتي؟ يلا عاد يلا تحكي علي. يلا 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 وين طلوب وينه؟ ايش تبي تطلب؟ طلوب على بالك طلوب؟ اوكي اخوي. اي انا مربيه من سنعه، شو اسوي بعد هذه وصيه الوالد؟ الله يرحم ابوك. الله يرحمه. يعني ما تدري عنه؟ لا ما تدري عنه؟ يعني عنه؟ شو الاشكال هذه قاعده من صغيري علي؟ اقول او شيء لما يطلعوا لك شوارب بعدين تعال حاكني. روح 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 لا تكف حين اطشر ما عين وجهك. تطلج على اشكال شاف شكلك بين كل ضرس وضرس ثلاث ساعات مشي. على الهوى شباب على الهوى. اولا بخصوص الخدمه يا جلال، يعني الخدمه هنا في الاستوديو ما شاء الله يعني مو مقصرين الشباب. الماي موجود شيء موجود يعطيهم العافيه، لكن ما اعرف ليش. لكن اخر قمله شكلها مقصوده. شكرا شكرا يا جلال، شويه غيرنا جو. ها اذا مستمعين الكرام متواصلين معكم في انتظار تغريداتكم وتواصلكم عبر الرسائل النصيه القصيره، وكذلك ان شاء الله بعدين راح نطرح سؤال حلقه اليوم. خلونا نشوف مجموعه من التغريدات اللي وصلتنا او حتى الرسائل النصيه القصيره. طبعا بالنسبه لي تغريدات رشه عندها تغريدتين اليوم. تقول عسى كل نفس صابره ربي يسقيها فرح يسوى الكون كله. أمين. مساكم فرح باذن الله. امين يا رب. مساك فرح يا جلال. مساك ورد يا رشا. مساك سعاده ان شاء الله. في ايضا تغريده اخرى من رشا، لا يصل الانسان الى حديقه النجاح دون ان يمر بمحطات التعب والفشل والياس، وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات. هي هذه. دائما تحصل نفس ما قالت رشا، دائما تشوف الإنسان المتشائم يوقف عند كل نقطة وكل عقبة تمر عليه، يعني ما يفكر أنه كيف يتخطاها. بما أن يعني المتفائل يحصل أن من كل فشل فرصة لنجاح أكبر بالفعل. يفكر بهالطريقة. وطبعا هو جلال فيه اتصال شكله قاعد يضحك. لا هو ما اعرف ليش اليوم شكله ما متابع معانا، ما مصحصح. اذا وطبعا اذا نتكلم شو عن الاحباط، طبعا الاحباط والفشل يعني هي ممزوجه في طينه الانسان. يعني ما في تقول انسان في هذه الحياه طول حياته سعيده ويمر في حاله مستقره. بالضبط. طبعا احنا نتمنى السعاده للجميع، ولكن هذه المرحله لازم فيها يمر فيها الانسان. طبعا وفي المقابل النجاح والتفوق هي من مقومات هذا الإنسان، أنه ممكن أنا في مرحلة من مراحل أحقق النجاح وأحقق التفوق، ولكن يعني ما في ضرر ولا في أي مشكلة أن أنا في يوم من الأيام أو مرحلة من مراحل أمر بمرحلة إحباط. طبعا التوتر إذا وصل بك إلى مرحلة الإحباط في مهمة ما وشعرت بالعجز والاستسلام والرغبة، يعني مثل ما ذكرت أنت بعد ما نمر في هذه المرحلة من الضيق والإحباط أمر في مرحلة العزلة والاستسلام، وأنه خلاص ما أريد أكلم أحد، ما أريد أقابل أحد، يتنفس ويتضايق. أيوة وخلاص ويكره كل الدنيا وكل شيء، يعني صحيح. كأن البيبان كلها تسكرت، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني يسكر عليك باب لكن يفتح لك آلاف البيبان. بس لو أنت يعني تفكر معنا شوية. ونفس الشيء يعني حتى لما هو يعني ما يوصل لغاياته يقعد يفكر بسلبية، وإذا بغى أنه يخطو مرة ثانية خطوة جديدة ما يترك، يعني ما ينسى سلبيات، يقعد العقل اللاواعي يخزن لك سلبياتك الماضية ويقعد شغال عليها بطريقة غير مباشرة. ومعنا اتصال. معنا اتصال. هلا سهلا. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. وعليكم السلام. مساك الله بالنور والسرور. كيف صحتكم؟ الحمد لله طيبين. كيف أخبارك؟ نتمنى لكم التوفيق. والله نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المقابل. وبرنامج حقيقة ربما نقول هو برنامج شبابي، ودائما الطموح حقيقة ينطلق من بداية الشباب، يعني بالفعل لأنه الشباب هو أول خطوة إلى المستقبل إن شاء الله. عرفنا باسمك في البداية. لأن الشباب دائما يريد من يعطيه يعني الإيضاح كتضح عند الرؤية، يعني لأن نحن مشكلتنا
يعني انه الشباب تحصل يعني الرؤيه عنده ربما نسميها ضبابيه يعني. فلهذا السبب ان مرات يعني نخطا في الاختيار او في التوقع. في البدايه يحتاج من ياخذ بيده ويوضح له الطريق او حتى هو يرسم رؤيته وخطته في حياته عشان أنا ما يمر بهذه المرحله. ما تعرفنا عليك. انا كنت اتساءل معي جميع الحروب اللي الان نحن نعرف عنها خاضها في الحقيقه في الامام جندي ووصل بالنصر جندي، لكن من المخطط وراء هذا الجندي حتى يحصل النصر؟ ما تعرفنا عليك. عفوا، معاش عبد الله العمري. حياك الله العمري. العمري، احنا نتكلم عن هذه التجارب اللي يمر فيها الانسان، يعني كيف ممكن يحول الاحباط الى قوه دافع للنجاح، وانا بعد هذه الفتره من الاحباط ان انا احقق نجاحات كبيره. اذا في تجربه شخصيه ممكن تفيدنا فيها، وحتى ممكن تعرف اشخاص مروا بهذه المرحله، جميل نستمع لها واحنا عبر اذاعه الشباب. والله دائما حقيقه نحن اذا لو قلنا يعني تواجهنا نحن وواجهتنا ايضا، ما في على ما اعتقد احد من الاشخاص بما فيهم انتم الموجودون يعني بالفعل ان واجهته صعوبات، لكن كيف نستطيع ان نتغلب على هذه الصعوبات ونحقق منها انجاز. بالفعل. فمثلا كان الانسان في بدايه مثلا الدراسه كيف ممكن نظره الناس تتغير لشخص ربما نحن نسميه ضعيف، ما نقدر نقول فاشل كطالب لكن نقدر نقول ضعيف، فكيف يعني يحقق من الضعف الى التفوق؟ بالفعل. كيف يغير نظرة الآخرين إليه؟ حقيقة هو دائما مثل ما يقول الشاعر، ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. نعم. صحيح. حقيقة الاجتهاد والنظرة التفاؤلية عند الإنسان هي ما تدفع عنده إنه يحقق هذا الإنجاز. نعم. وكيف إحنا كمجتمع أيضا يعني نساندهم إن هم يطلعون من التخبط اللي هم عايشينه، نعطيهم أمل، نعطيهم ثقة. أهم حاجة هذه، شبابنا محتاجين للثقة، محتاجين للأمل، محتاجين للفرصة ثانية. الفرصة ثانية يعني الإنسان ما دائما ينجح من أول فرصة. أنا أختي على ما أعتقد يمكن في سبق الكلمة اللي قلتها إن ما قدرنا نقول إن هذا فاشل أكيد، فنقول ضعيف، لأن كلمة فاشل تعطي يعني إحباط. نعم. أيوة، فكلمة أنت تنتقل الكلام اللي تعطيه ربما لولدك حتى إنه سمح الله يتفوق في المجال اللي أنت يعني تريد له إياه. حقيقة أنا جالس الآن أكتب مقال بخصوص الآن على ما أعتقد الكل منا يعرف، والكل منا ربما عنده ولد يعني يذهب إلى المدرسة الآن أو بنت. فالسؤال المطروح حقيقة واللي دائما أنا أحب أطرحه، وهل في برنامجكم يعني شيء طيب، من منا وضع خطة لابنه حتى يصبح يعني متفوق داخل المدرسة أخلاقيا وعلميا؟ ولما أقول كلمة أخلاقيا، لأن نحن دائما نعيب على وزارة التربية والتعليم يعني، وليس أنا أسمع هذا العيب لما أحضر، لكن حقيقة المفروض أن الشخص يشوف قبل أن هذا الولد من وين خارج يعني. أكيد. دائما نحن نسمي وزارة التربية ومن ثم التعليم. فأنا أقول في نفسي حقيقة اليوم من خلال يعني ما بادي في كتابته يعني إنه من منا الآن يعني أوجد خطة لابنه حتى يتفوق أخلاقيا وتعليميا. صحيح. داخل المدرسة. صحيح. لأن حقيقة ما نرى بعد شهر من الاختبارات وتطلع بعض النتائج للطلبة، نسمع لوم على الهيئات التدريسية إنها لم تقم يعني بالأعمال كذا، ولم توجه الطلبة، ولم إلى آخره. فحقيقة نحن نتساءل من ولي أمر أوجد هذه الخطة ويعطي الدافع لهذا الابن إنه يتفوق؟ ما موجود. نعم، نحن اهتمينا باللوازم المدرسية، نعم، لكن الآن هو الخطة وين موجودة؟ فالآن صراحة أنا أتمنى من الأخوة يعني كأولياء أمور نعطيهم هذه الخطة نضعها ومن ثم نشجعهم على تنفيذها. وهذا الخطة تجنب الإحباط والضعف لاحقا، يعني ما الضعف راح يكون في الدراسة فقط، تعطي دافع وتعطي أن له قيمة في المجتمع. لأن الحقيقة أخي العزيز، أي إنسان لما يحقق نصر يحس بوجوده داخل هذا المجتمع، ويحس بالفعل يعني إن له يعني له ذات. نحن دائما نتكلم على الذات. الذات هي الحقيقة لما توصل فوق شيء وتنظر إلى نفسك إنك وصلت، هذه تسمى بالذات يعني. فأنا حقيقة ما أتمنى يعني منكم، وأنتم حقيقة الآن كبرنامج شبابي أيضا إن شاء الله، يعني ونتمنى لكم حقيقة مثل ما وصلوا أخوانكم المذيعين القدامى حقيقة، وصلوا لدرجات متميزة
أتمنى لكم حقيقة أنتم أيضا إن شاء الله توصلوا إيش، لأن أنتم تأخذوا الأفكار وكذا وتبرمجوها لشيء أفضل يعني قدام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ومن الشباب إلى الشباب، ولو من الشباب إلى الشباب، دائما رسالتك واضحة. ما قصرت يا العامري على هذا الطرح الجميل، وشكرا لك على تواصلك معنا. راح نروح فاصل إعلاني جلال وراجع لكم مستمعينا. شباب على الهواء، على الهواء يا شباب، شباب على الهواء، على الهواء يا شباب، مستمرون كما ينبغي. الشباب إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تعلن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن فتح باب التسجيل في جائزة ريادة الأعمال عبر الموقع الإلكتروني www.theaward.com. جائزة ريادة الأعمال 15 مليون ريال عماني، 15 مليون ريال عماني، 15 مليون ريال عماني، بل أكثر من 15 مليون ريال عماني، حققت أحلام العديد من زبائننا. والآن جوائز يومية وأسبوعية، وفر اليوم لتربح كل يوم. اتصل اليوم على 24791111. بنك ظفار، بنكك المفضل. لمحبي الكاري والصالونة، الصفاء تقدم لأول مرة نقانق دجاج الصفاء الجديدة كليا للكاري، مصنوعة خصيصا للكاري. نقانق دجاج الصفاء للكاري مخلوطة بشكل يضمن أنقى المكونات والتوابل الطبيعية. احتفل بعشر سنوات من المذاق الشهي والصحي مع نقانق دجاج الصفاء الجديدة كليا للكاري، والتي تجعل الكاري والصالونة شهية ولذيذة حتى آخر لقمة. الصفاء يوفر لك حساب الكنز مليونير فرصة أخرى للفوز بجائزة كبرى. كل ما عليك القيام به هو فتح حساب الكنز مليونير بالفرع المحلي الذي تتعامل معه، وذلك بإيداع مبلغ 100 ريال كحد أدنى، وبذلك ستكون مؤهلا للاشتراك في السحب للفوز بأكبر الجوائز على الإطلاق. لا تتأخر، استثمر اليوم لجعل حساب الكنز مليونير خيارك الأوحد للتوفير والفوز بالجوائز. وش صار هالطعم جنني، هاللذة تسحرني، حلوى الديواني يختار حلوى، هذا الحلا ما صار في طعمها تحتار، الديوانية اختار. وش صار هالطعم فعلا غير، الأول أكيد يصير الديوانية بختار. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. مستمرون كما ينبغي. الشباب إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب على الهوى. منورين منورين يا شباب منورين. جلال، انت لما تحط الشسمه الفلاش هاك اللي يقول لك شخ، انا بصراحه اكشخ ابتسم، ما ادري كذا من نفسي، يعني ترسل لي يعني ايحاءات ايجابيه. صدقت نوبه انا. يا سلام، حياكم الله مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد في شباب على الهواء. حياك الله سعيد. حياكم الله. طبعا متواصلين معكم في برنامج شباب على الهواء. آسف يا قلة، طبعا أنا ضربت شوي على الطاولة. حياكم الله مستمعينا. خلنا نروح لبعض الرسائل والتغريدات اللي وصلتنا، ونذكركم بموضوع حلقة اليوم. طبعا خلنا نروح لتغريدات. في تغريدة من خالد الحراس يقول: لا يأس مع الحياة رغم كل المصاعب اللي تواجهني، بس معي زوجة والحمد لله تسوى الدنيا. الله يخليها يا رب. الحمد لله، الله يجمعكم ويهنيكم. نروح للرسائل النصية القصيرة اللي وصلتنا. طبعا معنا مجموعة من الرسائل، هذه لك يا مشاعر. عالية بمقامي، يا ريت لو ترسلينا اسمك كذا نتعرف عليك. تحياتي لكم، برنامج كثير رائع، شكرا على كلامك الطيب يا عالية بمقامي. حياكم الله. وطبعا نروح لمسج ثانية ورسالة أخرى من عبد الرحيم سالم غانم.
العبري من ولاية الحمراء واللي يقول حاليا أمطار غزيرة على جبل الشمس. ما شاء الله. كيف يا جلال؟ إذا جهز السيارة خلاص بنروح إن شاء الله على جبل الشمس ونستمتع بهذا الجو. حلو حلو بصراحة يعني الأجواء وقت المطر. مبروكين على الرحمة، مبروكين وإن شاء الله أمطار خير وبركة على جبل الشمس وعلى عمان كلها إن شاء الله. نروح لرسالة ثانية، طبعا الكلام شوية ملخبط لكن خلونا نضبطه كذا. الإحباط أمر طبيعي ممكن يمر فيه أي شخص، بس يبقى الشخص هو الفيصل دائما. إذا عاش جو الإحباط راح يظل محبط طول حياته، أما إذا تدارك وضعه وعاد حساباته واجتهد راح يخرج من حالة الإحباط ويصنع من الإحباط سعادة. تحياتي عبد اللطيف الفارسي. معنا مكالمة، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أختي؟ كيف الصحة؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الله يسلمك. حاب أشارك موضوعكم حقيقة. تفضل. بس على وين رايح؟ أسمع صوت خط سيارة كأنك في الدرب. والله شوية كذا على خط والله الباطنة. درب السلام إن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله. بصراحة حقيقة أنا تشرفني إني يعني أكون معاكم. شكرا لك. بس خلينا نتعرف عليك قبل. شيق جدا جدا شيق. وإحنا متشوقين نعرف اسمك. الله يسلمك إن شاء الله. خبرنا اسمك. الموضوع الإهباط حقيقة أنا أشوف يعني الشباب حقيقة أنا أرمس عند الشباب. رافض يقولنا اسمه. الشباب الأغلبية ما عندهم طموح يعني مثل الطموح اللي عندهم. كيف؟ بس اللي عندهم طموح الشباب يعني الكورة. يعني الرياضة ما عندهم طموح يعني إنه يكون يرفع نفسه. مثلا إذا تسأل اللب تقول له شو تريد تكون يعني تروح أنت تريد شو يكون منك، من اللي يكون أحسن منك؟ إذا تسأل تقول له الشخص ولا أنت من يريد يكون أحسن منك؟ بيقول لي لازم يكون ابني أحسن. طبيعي. يقول أيوة لازم يكون ابني أحسن. فالحين أنت ابنك وين ترسل؟ ترسل المدرسة بس للتعليم مدرسة؟ لازم يكون الابن حتى في البيت يكون مدرسة. صحيح. بالفعل. التعليم. ومن جميع النواحي يعني ما مهتم بس بالحالة الدراسية. حتى في البيت الأم الأب تربية الأخ. يتعلم إيش إنه يكون طموح. أي. لكن. الحين يعني الولد إذا مثلاً أقرب مثال، إذا مثلاً يعني الولد إذا ضيع حاجة مثلاً كسر كوب. أيوة. فشوه بيقول له يعني فشوه يعني ألفاظ غير سيئة يا أخي. الولد ما بيتعلم هذه الألفاظ. إذا قلت لي يا ذكي الكوب كسرته نبصه في المكان مرة ثانية لا تكسر كوب. ما زين إخوانك بيتعورون هل يتعورون؟ بطريقة يعني تناسب مستواه وطريقة إيجابية. أيوة. من معانا زي خلينا نتعرف عليك قبل. انا اريد اخاطبه يعني اريد اعطيه اسمه لكن هو رافض يعطيني اسمه. اسمي انا اي اسمك؟ يوسف البلوشي. حياك الله يوسف. عذبنا مع الاسم يعني رافض تعطيني اسمه. متزوج يوسف؟ ها متزوج؟ ايوه متزوج. عندك عيال؟ والله عندي بنوته صغيره. الله يحفظها. وكيف يعني تتعامل معها وهي في سن صغير؟ والله هي سن صغير صراحه، هي عمرها الحين 3 سنوات بس حقيقه اني اتعامل عندها بلطف. حلو. اتعامل عندها بكل حنان. وانا الحين انا طالع من دوام متشوق لها يعني. الله يوصلك بالسلامة. يعني امها تتصل فيني والبنت تكلمني يعني. بس بامانه يعني انا يعني ودي ان بنتي تطلع متفوقه ان شاء الله. كله يكون عندي ولد ويطلع متفوق ان شاء الله. هي محظوظه فيك يا البلوشي. الله يخليكم ان شاء الله. الله يخليكم. وشكرا على برنامجكم حقيقه انه برنامج حلو ورائع. أنا دوم أتابعكم برنامجكم حقيقة دوم أتابعكم. تشكر تشكر. وهذا البرنامج منكم وإليكم وتواصلكم يسعدنا دائما يوسف. الله يسلمك إن شاء الله. يعطيك ألف عافية إن شاء الله على التواصل ولا تقطعنا إن شاء الله. تواصل معنا إن شاء الله دوم بإذن الله. يعطيك ألف عافية وتوصل بالسلامة إن شاء الله. حي. ومن يوسف يا سعيد الروح على وين يلا
أنا ما سمعت صوت سيارة، ما راح أبدأ. لان روبا اليوم ما جهزنا، شكله ما في بترول او التاير مبنشر او انه شاري سياره جديده صوتها ماشي. اي خلاص يعني ما يريد ياخذنا معه. اذا وصلنا لفقره على وين؟ وين راح تاخذينا اليوم ان شاء الله؟ العصفور العفيه. تعتبر ولاية صور من أهم ولايات محافظة الشرقية بسلطنة عمان، وهي عاصمتها الإقليمية. فتقع ولاية صور في الجانب الشمالي للساحل الشرقي من السلطنة، تنحصر من جهة الشرق بين بحر العرب من جانب وخليج عمان من جانب آخر، ومن الجهة الغربية تجاورها ولاية وادي بني خالد، ومن الشمال ولاية قريات التابعة لمحافظة مسقط، وجنوبا تجاورها ولاية الكامل والوافي وجعلان بني بو علي وجعلان بني بو حسن، وهي تمتد من رأس الحد شرقا إلى جبال بني جابر غربا، ومن طيوي شمالا إلى الفليج جنوبا. اشتهرت صور قديما ولا تزال بصناعة السفن البحرية والصيد والنقل البحري، ولها تاريخ بحري طويل يطل عليها البحر من جهة الشرق، وهي تقع في أقصى الشرق من عمان. تتميز وتتعدد مناطقها، ومن أجمل مناطقها منطقة العيجة التي تعتبر منارتها من أقدم المنارات البحرية في السلطنة لإرشاد السفن للرسول. وكذلك اشتهرت مدينة صور في عرض المحيطات وعلى طول شواطئ الخليج وجنوب أفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا، وحملت سفن الغنجة والبغلة الصورية اسم عمان في عرض البحار والمحيطات. من أبرز القلاع في ولاية صور قلعة الرفصة أو الرفصة، ويعتبر حصن بلاد صور من أهم الحصون في الولاية، حيث كان سابقا مقرا للوالي ومكانا للاحتفال بالأعياد والمناسبات، وقد تم ترميمه أيضا. وهناك حصون أخرى منها حصن السنيسلة وحصن رأس الحد وقلعة العيق التاريخية وعدد من الأبراج التي توزع فوق جبال صور الساحل والعيقة وبلاد صور. ويمثل صيد الأسماك والنسيج والحدادة والصياغة والسعافيات والنجارة وصناعة الحلوى جانبا من الحرف التقليدية الهامة في الولاية، ومن صناعاتها التقليدية أيضا السفن الشراعية بكافة أحجامها وأنواعها، ومن أبرزها سفينة الغنجة التي تتخذ منها ولاية صور شعارا لها. وللحفاظ على هذه الصناعة المتوارثة، أنشأت وزارة التراث القومي والثقافة بالولاية ورشة تقوم بصنع نماذج للسفن العمانية القديمة بمختلف أنواعها، وهناك أيضا صناعة الأبواب القديمة بمختلف أنواعها، وكذلك صياغة وصناعة الخناجر والحلي النسائية القديمة والحديثة على السواء، فضلا عن صناعة النسيج وأهمها السباعية والشوادر والحصر العمانية. ومن الصناعات المتوارثة إلى العيون والأفلاج والكهوف، ومن أهم المعالم السياحية في ولاية صور، حيث توجد بها بعض العيون الصغيرة في المناطق الجبلية، وهي مستخدمة لري بعض المزروعات. ومن أهم الكهوف التي تشتهر بها ولاية صور كهف مجلس الجن الموجود في وادي بني جابر، والذي يعتبر ثاني أكبر كهف في العالم، كما أنه يتسع لسبع طائرات بوينغ. ومن معالمها أيضا وادي شاب بنيابة الطيوي، والذي يعد من الأودية الخصبة، وهو مركز جذب سياحي. وهناك منطقة قلهات تاريخية ومعلم بيبي مريم، وإضافة إلى ذلك الجسر المعلق الذي يربط بين منطقة العيقة وأمخاء. ومن أشهر المنطقة أو من أشهر المناطق التجارية في ولاية صور سوق الساحل، وهو سوق يمتد من المناطق السكنية في الساحل. كذا كانت رحلتنا مستمعينا في صور العفية. مشيت لها صور أكيد. أكيد حد ما يروح صور يعني أكيد يعني صور من أجمل المناطق، خاصة إذا كنت فترة الصيف، يعني فترة الصيف تكون الأجواء شوي تكون جميلة،
حتى فترة الشتاء، واللي الجميل فيها أيضا مثل ما ذكر القصر المعلق فيها العيقة، وكذلك السواحل الجميل الكورنيش بالأخص بالليل إنارته جدا رائعة، واليهال دائما يحبون يروحون رأس الحد يشوفون السلاحف كيف تبيض السلاحف الصغيرة كيف تطلع محمية بالفعل. يعني بصراحة الحكومة ما شاء الله ما مقصرة الحمد لله. حتى وادي شاب، يعني وادي شاب يعتبر من أجمل أودية في السلطنة، وحتى فترة من فترات خلال فترة بسيطة يمكن قبل سنتين أو كذا أقيم واحدة من جولات ريد بول للغطس، وكان حضور جماهير كبير كبير ما توقعته، والجميل اللي هو يعني جذبت أنظار العالم كلها لهذا الوادي، وما شاء الله يعني اللي يروح وادي شاب يعني يا دوب يحصل له مكان كذا يسبح أو يخيم، لوحة فنية. وقلال رحت قلال؟ قلال راح أكيد خلاص يعني أكيد يعني استمتع بالأجواء الطيبة في هناك في صور وفي وادي شاب. إذن مستمعين الكرام متواصلين معكم، ونذكر بموضوعنا الأساسي وهو كيف كيفنا الإحباط يتحول أو يكون قوة دافعة للنجاح. ممكن نأخذ بعد ما نسمع، خلنا نروح لهذا الفاصل. شباب على الهوى. وشباب على الهوى، نسينا نذكركم بموضوع سؤال فقرة على وين. انت نسيت اليوم تذكر بسؤال حلقة اليوم، وقلال بعد نسى الفلاشة هذا لازم تكشخه ولازم تضحكه بعد لازم اليوم ما حطيته، ما اعرف ليش لازم تحطها، لازم تحطها حتى يعني مشغلين انا اعتذر يا قلال. خلونا نروح لسؤال حلقة اليوم. من طبعا السؤال راح يكون عن ولاية صور، وسؤال معك يا مشاعر. السؤال يقول ما هو شعار ولاية صور؟ على 90 130 نتلقى إجاباتكم. طبعا إجابة السؤال احنا ذكرناها واحنا ذكرناها. نتكلم عن ولاية صور، وبالتالي الإجابة واضحة إن شاء الله راح تكون معاكم. طبعا السؤال نكرر مرة ثانية اللي هو ما هو شعار ولاية صور، نتلقى الإجابات على 90 130، والجائزة هي 100 ريال مقسم على شخصين، كل شخص 50 ريال. نرجع لموضوعنا، موضوع كيف نحول الإحباط أو كيف يكون الإحباط قوة دافعة لتحقيق النجاح، وكيف نتغلب على الإحباط، وكيف نتغلب على هذه المرحلة. وكل تأكيد يا مستمعين الكرام ما في أي شخص، حتى إحنا محدثيكم وحتى اللي خلف الكواليس، كل شخص مر بمرحلة إحباط، ولكن كيف أنا ممكن أحول هذا الإحباط إلى قوة دافعة للنجاح. وذكرنا مجموعة من الأمثلة سواء كان محليا أو حتى على مستوى عالمي، وبالتالي إحنا نسعدنا أيضا تلقي تجاربكم مع هذا الموضوع، وحتى إذا كان لكم رأي أو حتى على صعيد التربية. يوسف مثل ما قال سعيد، مثل ما قال يوسف، ومثل ما قال المستمع الاتصال عبد الله العامري، يقول أن التربية لها دور كبير في يعني زرع الإيجابية على أولادهم. يعني مش يعني ما التربية ما كلها تطلع من المدرسة، لازم من البيت. حتى الأم لما تدرس عيالها أكيد تحصل يعني تمر فترة إحباط وضيق ويأس. حتى الطالب لما يذاكر فترة اختباراته بالفعل تلاقي الطالب يفشل في الاختبار أو أنه يعيده مرة ثانية، وهذاك الاختبار إذا ما عاده ما راح
يعني يكمل ينتقل للمرحلة اللي بعدها، تلاقيه مر بفترة احباط. لا يعني انا اريد اعرف ايش الربط، كل ما هي تحب تتكلم وتحب تناقش الموضوع انت تلقي اتصال. يعني خل نروح لهذا المتصل ونستقبل هذه المكالمة ونقول مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، حياك الله معانا. انا كذا ارتاح لما اسمع اصوات خلاص دام انك انت ترتاحي خذ الاتصال معك. حيا الله من معانا. معكم رزان المعمري. ام رزان ولا رزان؟ رزان المعمري. رزان المعمري، حيا الله رزان، كيفك يا رزان؟ الحمد لله طيبين. رايحه ولا قاعده في البيت؟ قاعده في البيت. ما شاء الله، تشتغلين؟ لا، ربة بيت. خبرينا تجربتك، أكيد التربية يعني تواجهك صعوبات في أيام الامتحانات، في كثير من الأمور مع أولادك، كيف أنت تتغلبين من يعني لازم تكونين أنت قدامهم شخصية قوية، ما يعني تكونين دائما إيجابية، تعطينهم كلام إيجابي، كيف أنت تتعاملين معهم؟ والله أزمة الامتحانات ما أطلع مكان، أجلس معهم دائما. أيوة. يعني حتى لو كان معنا مناسبات أو شيء أقولهم الحين أزمة امتحانات ما أطلع أنا وياهم. أيوه. أقولهم الحين أزمة امتحانات وإن شاء الله الأجازة كبيرة وبتقضوها سعادة إذا أنتوا قضيت الامتحان وحليت امتحانكم جيدة. حلو. وأجلس كذي معهم. أهم شيء وعود يعني تكون ملباة. أيوه. لكن الجميل يعني. وأجلس أشرح لهم لما كان. احنا عايشين. ايوه. وكنا احنا ندرس وكيف احنا كان ثقيلنا احنا وكان ليهم ثقيلهم الحين. ايوه كل شيء سهل الحين احنا. صحيح. ايوه. وكيف تحس اقولهم احنا كان ثقيلنا الشيء يعني انتو احنا ما رزقنا. صح. وانتو الحين كل شيء الحمد لله رب العالمين، كل شيء رزقتو وكل شيء متوفر لكم. كان احنا في زماننا وثقيلنا احنا الربع ما رزقنا، ما انتوا رزقتوا. هو اختلف ما بين الاجيال، لكن يعني الفيصل في الموضوع كيف انه ممكن انا احقق النجاح على الرغم كل الصعوبات اللي تمر في تلك الفتره. يعني والله النجاح اولا هي اهم شيء، هي التربيه ثم التربيه ثم التربيه. التربيه هي لازم نربيهم على هدوء، نعطيهم فقط انفسهم ونكون هم واثقين من انفسهم. ونعطيهم كل يعني كل شيء، اهم حاجه هي التربيه. بالضبط. اذا ربيناهم احنا على العنف ايش بيطلع ولنا؟ بالضبط يعني بيطلعوا عنيفين. بالضبط. لكن لو احنا ربيناهم بالدين وربيناهم بكلمات يعني نوخذ ونعطي، لازم هم الكلمه اللي حتى لما يسالونا سؤال، امس انا جالس طفل عندي يسالني واصغر واحد، ايوه جالس يسالني سؤال، جلست اتناقش واتكلم معه على حتى استغرب من اسئلته. ما شاء الله عليهم. لا. الاطفال الحين يعني يعني اقول انا يعني كيف يسالني ذا السؤال اكبر منه. اي شيء كبير يعني من هذا الطفل. هو كنت قاعد يسالني هذا السؤال. أيه. انا استغربت منه. وفي المقابل يا رزان يعني لو ما جاوبت عليه. أيه. او اهملتيه راح يحاول ياخذها من مكان ثاني. صح. وحتى هو يحبط يعني. أيه. ما بيحس باحباط انه ما يحصل. أيوه. الاجابه والاحباط صدق لما يجيهم احباط وهم صغار ياخذوهم كبار دائما. اي يقعد ماسك فيهم يعني دائما الاحباط يعني تحطيم. انا اشوف يحطمهم دائما الاطفال. أكيد. يحطمهم هم كبار وهم صغار. بالضبط. صحيح. جميل مشاركتك جميله يا رزان. أيه. وان شاء الله اتمنى تواصلك معنا دائما. وانا النوع اللي دائما احب نفس الشيء. دائما احب اكون ازور في المدارس. تشوفين الوضع كيف؟ دائما يعني احب احضر في الاجتماع. مثلا في مجلس الامهات. ايوه. ودائما اجلس مع لما اصير ازور طالبه عندي. اتناقش مع المعلمات، اسمع منهم، اسمع لهم ارائهم. أيوة. اقدم ارائي، استفيد بشيء منهم. حلو. استفيدوا بشيء مني. حلو. يعني مثل يعني اخذ عباره ناكل يعني مثلا انا عن نفسي. يعني ما درسنا اولا كان ديننا. وين خرجنا؟ وين دارسين؟ اي صف احنا دارسين؟ اول وثاني وثالث ورابع المرحله الابتدائيه. ولكن صدق ما كل شيء في الحياه هي سلاحنا هي الشهاده. بعد نفس الشيء تعلمتوها من الحياه. الحياه علمتكم تجارب الحياه. تجارب الحياه علمتكم. تجارب هي تجارب الحياه. خلينا نتعلم اشياء كثيره نستفيد منها ونفيد. أكيد. اولادنا دائما تجارب. جميل. الحياه تعطيك نضج في. أيوة. في العلاقات، في طريقه التعامل في كل حاجه. رزان كلمه حابه توجهيها لربات البيوت وعن التربيه وان الانسان ما يكون محبط مع اولاده.
أيوة أريد أقدم كلمة أقول كل الأمهات أتمنى منهم أنهم عند الأطفال يكلموهم بهدوء وتعامل معهم بهدوء ونعطيهم الثقة في أنفسهم ونكون واثقين منهم ويكونوا واثقين فينا عشان يشرحوا لنا يخبرونا اللي يحصل معهم مثلا حد سواء لهم مشاكل في المدارس أو حد تعرض لهم ولا شيء عشان يكونوا واثقين ويشرحوا لنا. لو إحنا عاملناهم بالعنف هم ما بيخبرونا عن أي شيء, بتحسينهم منطوين ومنحبطين وخيفانين بداخلهم. صحيح. ما بيخبرونا بأي شيء. لكن لما حد يقول لهم شيء في المدرسة أو حد يعاملهم أو سؤال مثل السؤال أقول إيش, أنا قبل أمس قدم له سؤال واستغربت كيف قدم هذا السؤال أكبر منه وأكبر وأكبر وهو سن صغير وقدم له هذا السؤال وأنا استغربت وجلست أحكي له كل شيء في الماضي. أهم شيء إنك جاوبتي على سؤاله حتى لو بطريقة دبلوماسية. والحمد لله جاوبته وخبرته عن كل شيء في الماضي. لازم. وقلت له كيف صار كذا معنى كذا معنى, هو تناقش ويسألني على نفس الأسئلة اللي أنا أقدمها هو يسألني. لأنه هو الحين في مرحلة قاعد يبني معلومات وباكجراوند حقه ترى علشان يهيئ شخصيته, قاعد يكمل يعني يبني شخصيته هو الحين. أيوة أما عادوا يبنوا شخصيتهم كيف يحسيهم حسيهم الحين الأطفال يعني كأنهم يتكلموا كلام أكبر منهم. شكرا شكرا لك يا رزان على مداخلتك الطيبة وكلام جدا طيب سعيد. بالفعل كلام جميل وما شاء الله يعني متصلين اليوم متفاعلين بشكل كبير وأفكارهم حلوة وإن شاء الله الجميع يستفيد منها. مثل ما قلنا مثل ما قلنا أن الإحباط ما لازم يكون عند يعني أشخاص كبار, ترى حتى الصغار ممكن أنهم يكونون محبطين من أبسط الأمور مثل ما ذكرنا التفاصيل الصغيرة, وهذا أنا أبرز الأمثلة. إحنا يمكن لاحظ خلال فترة معينة أن الطفل يجيب يسأل سؤال والآب أو حتى الأخ أو العم يقول خلاص روح ما فاضل لك, يعني هنا يحس بالإحباط أنا وين أحصل لها هذه الإجابة, إذا ما حصلها مع أبوي وحصلها مع أخوي أو عمي أو خالي يعني وين بحصلها, تلقى يدورها بطريقة غلط بعدين وبالتالي أنا لازم أهتم فيه بشكل أكبر. خلنا نروح لمجموعة من الرسائل النصية القصيرة اللي وصلتنا, واليوم اللخبطة ما أعرف إيش المشكلة يا جلال معنا مجموعة برسائل من اللخبطة, ولكن خلنا نروح لهذه الرسالة. عندي طموح كبير ما راح يأس أبدا, مشكور جدا على هذه المواضيع الجميلة واللي بدورها تحرك طاقات الشباب وتزيد من معنوياتهم. أتمنى لكم كل التوفيق. خالد بن سعيد القاسم. الله يوفقك يا خالد ويوفقكم أنتم كل الشباب يا رب. شباب أبوي ردوا وكلمة تراها معك المكالمة سعيد. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام, يا مرحبا. كيف حالك خلفان؟ الأخبار طيب؟ خلفان معك اليوم سعيد الخروسي. سعيد اليوم معك الخروسي. سعيد حسين يا أخي. يا لا ما في مشكلة, حياك الله معنا. أبو فيصل جمال سالم دابي. يا مرحبا أبو فيصل, حياك الله. الحمد لله. كيف حالك مشاعل؟ الحمد لله, كيف حالك أنت؟ الحمد لله طيبين. كيف أخباركم؟ عساكم بخير. سعيد بهذا البرامج الطيبة اللي تهدف إلى المجتمع دائما. والله هو هذا الهدف من البرنامج بطبيعة الحال. أبو فيصل من وين ولوين في البداية؟ أنا حاليا في مصر, لكن أنا من ولاية سمايل. من سمايل. نعم. رحت صور, زرت صور من فترة ولا؟ أنا زار صور من الستينات بلمتو. ما شاء الله. يعني أكيد شفت الفرق ما بين تلك الفترة والفترة الحالية, إيش الفرق يعني؟ خبرنا إحنا كشباب حالياً. واجد فرق كثيرة بين. وأكيد قبل ما كان فيها شارع. كثيرة. ما كان فيها شارع قبل. ابدا لا شارع ولا كهرباء ولا اشياء هذه. باللاند روفر يقول لك اول باللاند روفر. كم كانت تستغرق المسافه من سمايل الى صور؟ ساعتين وربع. ما شاء الله. من وادي العق طريق. اي وادي العق, لان احنا قريب من وادي العق. صحيح جميل. وطبعا صور مستمره بجمالها يعني سواء كان في الستينات او حاليا. عليها الفضل بدخول الاسلام الى عمان. صحيح ما شاء الله. إذا فضل العلامة اسمه مازن بغبوبة. سمايل. صحيح سمايل معروفة ما يحتاج تاريخها يحكي عنها يعني. جميل يا أبو فيصل, هذا حديثنا عن صور, حديثنا عن موضوعنا اليوم. طبعا موضوعنا كيف ممكن نحول الإحباط إلى قوة دافع النجاح, وأكيد أنتم ما شاء الله ناس خبرة ومريتوا بتجارب عديدة, أكيد مريتوا في هذه التجارب, خبرنا عن التجارب. سعيد الأولاد لازم يريدوا ثقة ويريدوا يعني مراقبة. أنا ولدي توم دخلنا آخر صغير الحين توم دخلنا المدرسة من أسبوع فتحة المدارس, ويعني كان متحمس للدراسة. أيوة.
يعني يبى يروح كذا قبل أن تفتح المدرسة. ما شاء الله. هذا شوي غير عن البقية. ذكرني بنفسي يوم كنت صغيرة. جميل هذا الحماس. هو يريد يشوف أخواني يروح المدرسة هو يبى يروح معهم. إيه ويشيل الشنطة والكتب وكذا وحركاته. وفعلاً لأن شفته أنا متحمس لما أول يوم فتح المدرسة كان ما شاء الله عليه من 4:30 يعني. ما شاء الله عليه. عسى عسى دوم. حلو هالدافع حلو. الإضافة حلو لأنه بعدين لا أضغط عليه إن الأولاد ما أضغط عليهم أبداً. هذا هو الأهم. وطبعاً أبو فيصل يعني حاول بقدر الإمكان الأخ سعيد لما يكون يجي المدرسة حاول مو ماخذين مو طيوكم اليوم مو كتبوك مو كتبت مو تسأله وتناقش في هذا الموضوع. أجيب أشوف هذا حتى لو كان ما يعرف ولا ما أعرف أحاول إني أسيره على حسب ما أعطى إنه ضغط عليه فينحبط وبيعقب الكتب وبيروح. صحيح. وحتى أصلا لما هو كان متحمس يعني. إنه يروح المدرسة لو كان ما حصل تجاوب من قبل الآب يعني هو راح يحس بالإحباط وحتى يروح المدرسة هو ما مهتم يعني بالموضوع ولكن جميل إنك تفاعلت معه. عليك نور. نعم أنا دائما أسأله مو تريد مو تبغى مو تبغى أوصل لك حتى حاجة يطلبها في نفس الوقت تسأل أنا فلديها حتى مو بكرة أقول لك يوم حد يسألك قول أنا طاح على المدرسة قول أنا أجاوب مرة يعني متفهمنا كل هذه الأشياء. جميل جميل. هو ما شاء الله عليه يعني شوية مدبق ما شاء الله. لا لا زين 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 يكون كذا يعني جميل جدا يعني ومتفاهم معنا ومن يوم يجي البيت يعني أسأله ما أقوم ملابسه بسرعة وما كل حاجة ننظم له إياها. يا سلام يا سلام إن شاء الله يتربى في عزك إن شاء الله. هذا فيصل ولا فيصل الأكبر؟ لا لا فيصل ما شاء الله عليه قاعد آخر سنة في الكلية ما شاء الله. يلا إن شاء الله أتمنى له التوفيق وإن شاء الله دائما تحسسهم بالنجاح. صغير يعني أصغر واحد. هذا أصغر واحد. الله يخليك. يلا إن شاء الله أتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا أبو فيصل وشكرا لك على تواصلك معنا. وأتمنى لك إن شاء الله صحة والعافية ومشكور على هذا. جميعا إن شاء الله ولا تقطعني يا أبو فيصل. إن شاء الله. شكرا 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 لك يا أبو فيصل. إذا كان هذا واحد من التجارب خلينا نروح وين يا مشاعل؟ راح إلى فاصل وراجعين لكم. راجعين إن شاء الله. شباب على الهواء على الهواء يا شباب. مستمرون كما ينبغي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تعلن كلية الدراسات المصرفية والمالية عن فتح باب التسجيل لبرامج البكالوريوس الوطنية وبرامج البكالوريوس البريطانية، كما تعلن عن طرح بكالوريوس الصيرفة الإسلامية لأول مرة، كما تقدم الكلية ماجستير إدارة الأعمال وهو ضمن أفضل 20 في أوروبا، وماجستير العلوم في المالية الذي حقق المركز السادس على مستوى البرامج المشابهة في بريطانيا. كلية الدراسات المصرفية والمالية 30 عاما من التميز. اتصل على 24502288 أو زر موقعنا على www.cbfs.edu.om. عبد الصمد القرشي يقدم بمناسبة افتتاح فرعه الجديد في الخوض الحي التجاري تخفيضات حصرية تصل إلى 50% ولفترة محدودة. عبد الصمد القرشي أصل له جذور. خبر سار لمحبي الكاري والصالونة. الصفا تقدم لأول مرة نقانق دجاج الصفا الجديدة كليا للكاري مصنوعة خصيصا للكاري. نقانق دجاج الصفا للكاري مخلوطة بشكل يضمن أنقى المكونات والتوابل الطبيعية. احتفل بعشر سنوات من المذاق الشهي والصحي مع نقانق دجاج الصفاء الجديدة كليا للكاري والتي تجعل الكاري والصالونة شهية ولذيذة حتى آخر لقمة. الصفاء. نشوف ميسي ياخذ الكرة ويركض على أرضية الميدان، الدفاع يركض ويتفرج يتحرك بسهولة، ايش يعمل ايش يسوي؟ ميسي خرج تلفونه ويركض بالكرة، ميسي وقف يبدو لي بيشحن رصيد ويحصل بيانات وانترنت أكثر، لا مش معقول ياخذ سيلفي كمان وهو يركض ناحية المرمى، ميسي سدد وهدف روعة روعة. اشحن رصيدك مع النورس باستخدام بطاقات إعادة الشحن واحصل على نت أكثر وأكثر. مهرجان التمور العمانية الثاني من 14 إلى 19 من أكتوبر في ولاية نزوة. إن كنت من منتج التمور أو مصنع منتجاتها شارك معنا بمهرجان التمور العمانية الثاني برعاية الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. للمزيد من المعلومات اتصل على 92-891-499 أو 955-063-5
5. للتسجيل بالمهرجان www.omansme.gov.om. آخر موعد للتسجيل 7 من سبتمبر 2014. بهويتنا نرتقي. أولادي بالبيت يرسمون بالألوان، مش عدة فاتر على الحيطان، ما هذا ابتسمت. الابتسامة دائما على وجهك مع حساب HSBC Advance الذي يمنحك دخولا مجانيا لصالات خاصة في المطارات، تأمين سفر مجاني، كتيب انترتينر مجاني، وبطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة. افتح حساب HSBC Advance اليوم وابدأ بالابتسامة. تطبق الشروط والأحكام. مستمرون كما ينبغي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب شباب على الهوى. العشق وفي من أسماء العشق من دون وجهك خطية يا عمى. شباب شباب على الهوى، يلا اكشخ ابتسم على الهوى. شباب على الهوى. مساءات المحبة مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج شباب على الهوى. طبعا جلال زعلان. جلال زعلان يقول الكرك اللي معاي ماله، انا ما طلبت كرك، انا طالبه بس ماي. انت محظوظه خلاص. ما عندي بيزات. خلاص دام عندك بيزات بنروح ان شاء الله كذا تطلب لنا شاي. وطبعا زين حطنا الفلاشه هذه كشخه شويه عشان انت على الهواء. خلاص احنا على الهواء. وناخذ سؤال حلقه اليوم. اذكركم مستمعين الكرام، ما هو شعار ولايه صور؟ نتلقى إجاباتكم على 90-1-3-0. وطبعا معنا ما شاء الله مجموعة من المشاركين. خلنا نروح لخميس نصيب المسعودي، إجابة صحيحة. هزاع الخضوري، راجع إجابتك، أرسلنا الإجابة بالتحديد يعني. جميعة سعيد الهنائية، أيضا راجع إجابتك، عطينا الإجابة بالتحديد. عبد الله حمد الحميدي، الإجابة صحيحة. علي ناصر العلوي، ناصر الغيلاني، طبعا العلوي إجابة صحيحة. ناصر الغيلاني، راجع إجابتك مرة ثانية.
في إجابات ما في إجابات يعني بدون أسماء يعني مستمعين الكرام أعطونا الاسم الكامل أثناء إرسال الإجابة حتى تدخلوا معنا في السحب. طبعا مجموعة من الإجابات صحيحة ولكن تصلنا بالأرقام، بالتالي الرقم يعني مفترض ترسلوا الاسم مع الاسم بالكامل. معنا عبد الله حميد البيماني الإجابة الصحيحة. نروح لي أيضا طبعا جلال اليوم معنا واجد مشاركين، خلنا نأخذ بسرعة كذا المشاركين. راشد حمود الحامدي إجابة صحيحة. جمعة الندابي، سالم أو جمعة مرة ثانية راسل مرة ثانية، صالح الخضوري، عبد الله الحبسي، سلطان الشكيلي، صالح الخضوري، سامي الرحبي، شيخ الحمداني، فايز العلوي، عبد الرحمن أو أيوة عبد الرحمن العجمي، سلمى الرقادي، حمود الهنائي، خميس أو غيث الشيزاوي أو الشيرازي عفوا، وعندنا فهد المشيفري وإلياس البلوشي. طبعا كل اللي ذكرنا اسمائهم إجابات صحيحة. اللي رسل وما ذكرنا اسمه الإجابات يحاول يراجع الإجابة مرة ثانية، واللي رسل الإجابة بدون اسمه يرسل مرة ثانية بالاسم الكامل. طبعا أغلب اللي رسل بدون اسمه إجابات صحيحة. ونكرر السؤال مرة ثانية ونقول بماذا تشتهر ولاية، ما هو شعار ولاية صور عفوا، ما هو شعار ولاية صور على 90130 اسم الثلاثي مع الإجابة، ويستمر لغاية بكرة قبل موعد الحلقة إن شاء الله. يعني يتوقف الـ يعني الإجابات وبعدها إحنا في البرنامج نسحب على الإجابة إن شاء الله. ورايحين الحين إلى فقرة بصمتك. بصمتك حياكم الله مستمعين الكرام. يعني من الموسيقى ما تحس كذا فيلم رعب حاجة يعني. يمكن ياي جلال خف على المستمعين شوي يعني هذه بصمة يعني تركة حاجة في الحياة يعني أعطيهم موسيقى حاجة حلوة. إذن حياكم الله مستمعين الكرام، متواصلين معكم في الساعة الثانية من برنامجنا والحد الساعة الرابعة إن شاء الله. إن شاء الله فقرة بصمتك طبعا بشكل عام هي تتحدث عن شخصية يعني تركت بصمة وحققت نجاح، وبالتالي إحنا في كل حلقة نحاول نأخذ هذا شخص معين من السلطنة أو تكون فئة الشباب، وبالتالي نعرف عنهم بشكل أكبر، نتواصل معهم، نشجعهم ونعرف التفاصيل كيف وصلوا لهذه المرحلة. معنا اليوم شاب من أبناء ولاية صحار، خريج علاقات عامة من تطبيقية صور، وإحنا اليوم رح نصور أكيد بيخبرنا شيء عن صور. أكيد عرف بولاية صور مقدما للبرامج لبرامج رأي الجماهير، وارتبط اسمه في الولاية بأبرز المقدمين للحفلات والفعاليات نفسها في خارج في الولاية وفي خارج الولاية. طبعا لم ينتظر من أحد ولم ينتظر أن يفتح له أبواب العمل، بل شمر ساعدي واجتهد بفضل من الله لهذا اليوم. يعني لهاليوم هو تارك بصمة في حياته. نرحب عبر الهاتف مستمعين الكرام بمحمود بن إبراهيم الفارسي. حيا الله محمود، شخبارك؟ حياكم الله، يا اهلا وسهلا بكم. مساء التفاؤل عكس الاحباط اللي تكلموا عنه اليوم في حلقه البرنامج. ما شاء الله عليك انت حتى من صوتك يعني واضح انك متفائل يعني. الله يخليكم عافين. طبعا احييك سعيد ومساء المخرج والساده المستمعين، يعطيكم العافيه على هذه الفكره، هذا البرنامج يعني برنامج جدا رائع، وراح اخبركم عن مفاجاه صارت معي بعد ما تم استضافتي في هذا البرنامج. ما شاء الله، ما شاء الله، مفاجأة حلوة. لا هو شكله شوف يضحك ومبسوط يعني محمود. علينا. هو شوف محمود يقول خف علينا. خف علينا. حياك الله يا محمود، نشرف يعني باتصالك وسعيدين بتواصلك ومعنا. وأنا طبعا أعرفك شخصيا، طبعا أعرف الفريق المكون اللي معك في رأي الجماهير، ما شاء الله عليكم يعني هذه الشهادة متواضعة مني، فريق ما شاء الله عليكم، ودائما تابع فقراتكم كذا المقاطع اللي تحطوها في اليوتيوب، وأجمل حاجة عجبتني قبل مباراة مقيس وصحار، تذكر الحركة؟ ايوه اللي هو الشخص اللي نايم في المدرج نايم في الجماعة. ايوه هي تحية، طبعا تحية لزميلنا عبيد المعمري ومعكم الرحيلي بعد الشباب اللي معكم معصم الرحيلي محسن عزمي كثير من الشباب ما شاء الله لا ما شاء الله، وحتى
أذكر استضافتكم في برنامج الحدث على عبر القناة الرياضية. أيوة، كان جميل استضافة في برنامج الحدث. نعم بالفعل، بالفعل ما شاء الله عليكم. الله يوفقكم شباب مجتهدين. بس احنا لحد الحين مستمعينا ما عرفوا من محمود ولا سمعنا شيء عنه. احنا خلطنا السوالف شوي معه. يلا يا محمود خبرنا عن تخصصك الدراسي. طبعا انا طالب خريج بكالوريوس علاقات عامة من تطبيقية من كلية العلوم التطبيقية بزور. أيوة. ما شاء الله. طبعا انهيت دراسة الحمد لله رب العالمين من 3 أشهر. والحمد لله رب العالمين. طبعا مثل ما المقدمة طبعا اللي هي مقدمة رائعة أنا أراها صراحة في الحقيقة. والحمد لله رب العالمين، يعني مثل ما أسلفت أنتو أنا بديت بالعمل بعيدا عن انتظار الوظيفة في مجال التخصص. مجال التخصص قريب من العمل اللي أنا الحين بادي أشتغل فيه. ولكن أنا يعني ما خليت أي فرصة أني أنا أنتظر سنة أو سنتين. لا بالعكس، أنا بدأت بالعمل في هذا المجال، في مجال تقديم الحفلات، في مجال قيادة المؤتمرات الصحفية، وأيضا في تقديم للفرق التطوعية وأيضا للشركات الخاصة. ما شاء الله عليك يا محمود، ما شاء الله ما بقيت حدها. يعطيك العافية. المفاجأة مع المؤسسات الحكومية إن شاء الله بعد. هذا المفاجأة اللي كنت حاطنها. إذا محمود يعني ما شاء الله عليك، أنت تقدم في كل هذه الأمسيات وهذه الفعاليات، إيش يعني لك تقديم بالضبط يعني؟ والله تقديم في الحقيقة يعني تقديم هو رسالة، رسالة أنا أحملها كمقدم كمذيع. في النهاية أنا يعني أوضح بعض الحقائق، بعض المفاهيم اللي هي ممكن نحن نرسمها كمقدمين كمذيعين. في النهاية نحن نكون قدوة للناس المستمعين المتابعين. لذلك نحن يعني يجب أن نكون على دراية بما نقول، على دراية بما نفعل. في النهاية نحن قدوة ويحتذى بنا من خلال الناس المتابعين، من خلال إعطائهم المعلومة الصحيحة اللي تساهم في التثقيف بالفعل. نعم. طيب محمود، خبرنا كيف ربط بين تخصصك وبين هواياتك؟ أنا في الحقيقة يعني بدايتي كانت في المدرسة من خلال عشقي للصحافة. أيوة. الإذاعة المدرسية. بالإذاعة المدرسية ما يعني ما كان بالشكل المطلوب بالشكل الكبير، لكن دخولي لكلية العلوم التطبيقية بصور. أيوة. في السنة الثالثة تحديدا، يعني هذه السنة الثالثة وبداية السنة الرابعة والسنة الأخيرة الخامسة، بدأ يظهر محمود بصورة مغايرة. في النهاية يعني كانت هناك معوقات، كانت هناك أسباب ممكن يعني ما كانت تسمح اللي هي يعني أن الشخص يبرز مهاراته. لكن أنا جلست مع نفسي، أنا إنسان عندي طموح، عندي أريد أوصل لشيء معين. أيوة. لذلك قررت أن أجلس مع نفسي وأحدد أهدافي. في النهاية أنا الحين في مرحلة جامعية، لذلك علي أن أستغل هذه المرحلة، المرحلة الجامعية، والحمد لله رب العالمين تأتى ذلك بما أنا وصلت إليه. أنا لم أصل في الحقيقة يعني إلى الدرجة من يعني من الدراية في مجال الإعلام وهذا، ولكن أنا في بداية خطواتي إن شاء الله في هذا المجال. أتمنى لك التوفيق يا جميل. رب جميل يا محمود. طبعا إن شاء الله جميعا. أنت تعتمد على الحفلات والفعاليات في الجانب المادي، يعني هل تراها هذا الوضع مناسب جدا لك، يعني أنه تدر عليك الربح الجيد أنك تستمر في هذا المجال؟ في الحقيقة في هذا المجال يعني أنا بدايتي كنت أريد أصنع لمحمود مثل ما أقول اسم أو وزن. في النهاية أنت لازم تجبر الشركات، تجبر الأشخاص الثانيين أنهم يكونوا على ثقة بأن الشخص اللي راح نجيبه شخص متمكن في هذا المجال. لذلك أنا في بعض الأحيان في الفرق التطوعية يعني مرات في مشاركات بدون مقابل مادي. ما شاء الله. فقط لاكتساب الخبرة. صحيح. لاكتساب المزيد من الثقة. في النهاية أنت تريد يعني تعرفك. تتعلم وتثبت اسمك والناس تعرفك من خلال هذا المجال. وبدأنا الحمد لله رب العالمين بعد ما الناس عرفت وتأكدت من تمكن مثلا محمود الفارسي في هذا المجال. صارت تطلب محمود الفارسي للحفلات الخاصة والتقديم للمؤتمرات الخاصة. وأنا أيضا أوضح الآن في غرفة التجارة والصناعة فرع صحار هناك تصريح من أحد أعضاء الغرفة وأيضا طلب من تغطية هذا المؤتمر. ما شاء الله. نهاية نحن فريق متكامل يعني في هذا التغطيات، والآن في صدد إعداد شركة للدعاية والإعلان أو الحلول الرقمية. ما شاء الله. طبعا هذا الطاقم كله يندرج من مسميات من منتدى جماهير صحار اللي هو مثل ما أسلفت أخي سعيد من خلال تقديم برامج رياضية على اليوتيوب، ومثل ما أسلفت رأي الجماهير. لا لا ما مقصرين ما شاء الله. وهذه البرامج يعني حصلت على رعاية هذا الموسم. نحن بدأنا من الأمس تقريبا تصوير
البروم الخاص ببرنامج رأي الجماهير، وأيضا في شركات راعية لهذا البرنامج، محلات تقدم هدايا، محلات تريد أن تعلن في هذا البرنامج. جميل. طيب خبرنا هذا. أيوة تفضل كمل. في النهاية هذه البرامج وهذه الرعاية أيضا تدر المال على القائمين عليها، نحن في مثلية جماهير صحار أو الطاقم الخاص ببرنامج رأي الجماهير. جميل. طيب يعني محمود ممكن نكمل بس على موضوع رأي الجماهير. محمود إيش الجديد بالنسبة لكم هذا الموسم؟ يعني طبعا شفناكم الموسم الماضي وتابعناكم للأمانة يعني في كل الحلقات تقريبا، يعني إيش الجديد، إيش الملفت، إيش اللي راح يجذبني لهذا البرنامج هذا الموسم؟ إن شاء الله في هذا الموسم نحن بصدد الظهور بحلة جديدة من خلال تغطية جماهير نادي صحار. تم نصيح بين قوسين، يعني بين قوسين حمسناهم في البروم إن شاء الله يحضروا مباراة الخميس بإذن الله. لا لا ما شاء الله عليكم، جهودكم واضحة يعني. أنا أتابعكم وأتابعكم على الانستغرام على الفيسبوك، هذا بروحة دعم يعني. الله يخليك دعم كامل. طيب خبرنا محمود، اكيد انت يعني هذه يعني تعتبر يعني كذا شويه حاجه مش مألوفه في المجتمع معانا، تقديم حفلات وتنسيق والامور هذه عاده يعني دائما يعتمدون على وافدين يبون يعني في هالامور، يعني لعدم وعي او يعني ثقافه مجتمع تعتبر في النهايه. انت يعني كيف حصلت، كيف لقيت، يعني هل هناك تحديات وصعوبات واجهتكم انتم كفريق من المجتمع او ان كان في دعم؟ بالتاكيد لابد من الصعوبات، لابد من الاشياء اللي هي المحبطه للشخص نفسه. يعني في بعض الاحيان تلاحظ بان في بعض الاشخاص لا يعني ما عندهم ثقه بالطاقم مثلا، بالكادر اللي هو الشاب الحين ظاهر النهايه، يعني في افكار جديده هم لا يعني يريدوا تطبيق افكار سابقه، يمكن هم لهم نظرتهم في ان الافكار السابقه ممكن تكون موثوقه اكثر من الافكار الشبابيه الجديده، ولكن نحن الان في عصر خلاص في عصر الشباب، عندنا افكار جديده ممكن نطبقها. صحيح. بالنسبه يعني لتدارك هذه المرحله، يعني في بعض الاحيان لما تقدم فعاليات وامسيات والى اخره تجد بان هناك اشخاص معينين لهم في هذا المجال، لهم خبره في هذا المجال، فانت بعد هذه الحفله تطلب منهم تقديم النص، تقديم ايش هي السلبيات في التقديم، انا كمحمود الفارسي ايش هي الايجابيات، ما هي النقاط اللي هي لازم اشتغل عليها في النهايه، لان في النهايه التطوير المستمر، التطوير مع الايام، انت بكذا تثقل مهاراتك وتصل الى حد انك تزرع الثقه في قلب كل شخص تريدك انت تشتغل معه. جميل جميل. ومحمود يعني الشيء المميز حاليا في الشباب هو استخدامهم للوسائل التواصل الاجتماعي بحيث ان تخدمهم، يعني الانستغرام، التويتر، الفيسبوك، وطبعا حاليا ما اخفيك اني فاتح صفحتك في تويتر قاعدين نسمع صوتك اطلع على تغريداتك ونشوف صور وكذا يعني ما شاء الله. فاللي جذبني يعني في بكالوريوس علاقات عامه، عاشق اعلام، محب تصوير، مقدم برنامج الجماهير واشياء اخرى. ايش الاشياء الاخرى يعني ممكن تخبرنا عن محمود؟ الاشياء الاخرى طبعا هي مثل ما اسلفت، يعني من خلال العمل في الاعمال التطوعيه، من خلال العمل في الجانب الانساني الجامع، من خلال العمل في جامع خدمه في جانب خدمه المجتمع. في النهايه احنا كشباب دورنا دعم المجتمع من خلال ابراز الصوره الجيده عن الشباب، اعطاء الناس فكره واضحه ان الشباب العماني قادر على صنع الفارق. في النهايه الحمد لله رب العالمين، ربما ان شاء الله بي نحن وانتم ما شاء الله عليكم يعني الحمد لله وان شاء الله في قادم الوقت. يعني تلقيت خبر من احد الاخوان ولا هو لأن يعني ما لازم يقول لك يعني هو حتى كمفاجأة في فعالية إن شاء الله، في فعالية إن شاء الله على نهاية هذه السنة إن شاء الله راح تقام إن شاء الله في صحار، وطلب مني أحد الأخوان أن أكون عضو أساسي فيها إن شاء الله، وأتمنى أنها تكون البداية الظهور بشكل مشرف، ظهور الإعلام إن شاء الله الكبير بإذن الله. ما شاء الله عليك يا محمود، عندك الكاريزما أنك تكون كإعلامي، وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق في هذا المشوار، وطبعا توفيق لك وللشباب اللي موجودين معك، وانتظركم ان شاء الله مباراتكم القادمه. صحار راح يلعب مع من ان شاء الله؟ مع نادي النصر في المباراه الاولى. ها انت الحين قلبك بس معلق على الرياضه لان انا تعرفت عليه وعلى الشباب الموجودين معه عن هذا الموضوع بهذه الطريقه يعني وحتى كم مره تقابلني صحيح. فان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق، ونشوف الجمهور الاخضر حاضر هناك في مجمع صحار ان شاء الله. محمود نعم. كلمة رسالة بسيطة حابة توجهها للشباب العماني.
رسالتي طبعا للشباب العماني أن لا يعطي الإحباط أو الناس المحبطين فرصة للتقليل من عزيمة، للتقليل من الطموحات التي يملكها. في النهاية نحن الشخص اللي ما يخطأ يعني في النهاية ما راح يتعلم، نحن راح نخطأ، راح نتعلم بالخطأ هذا، بعيدا عن الناس المحبطين، بعيدا عن الناس اللي هم يحاولوا يقللوا من همتنا. نحن قادرين إن شاء الله على العمل، فقط علينا أن ندرك ماذا نريد، نحن ماذا نريد، ما هي أهدافنا لتحقيقها. وإن شاء الله بعون من الله، وفي ناس ممكن تأخذ بيدك تصنع منك الشخص اللي أنت تريد. جميل. وانت اليوم تكلمت في موضوع حلقة اليوم يعني بدون ما نسألك يعني، وطبعا احنا تكلمنا اليوم أيضا عن صور. وانت ما شاء الله درست في صور، خبرنا عن صور يا ذكريات حنين صور. حنين كبير طلع ما شاء الله. وانا خصيصا ان شاء الله بكره رايح صور عشان هذا الموضوع اللي تكلمت عنه، وان شاء الله باذن الله رايح وماخذ الوالده معي ان شاء الله. الله يحفظكم، درب السلامه ان شاء الله. درب السلامه، درب السلامه ان شاء الله، وتقضى اوقات ممتعه ان شاء الله. الله وكل توفيق لك يا محمود ان شاء الله جميعا. يعطيكم العافيه طبعا على هذه الاستضافه، وهذا طبعا البرنامج دليل على حبكم انتم وحرصكم على الشباب العماني، وانا احييكم صراحه. وكل التوفيق ان شاء الله للجميع. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا محمود بن ابراهيم الفارسي. كل التوفيق ان شاء الله لك. ان شاء الله. مع السلامه. ما تلقى ضعف في قلبنا، لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا، كل الصعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا، إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا فينا. هذا الزمن أصبح لنا، ما تلقى ضعف في قلبنا، لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا. معاي وقول ما في مستحيل، رددها وانقلها لجيل بعد جيل. وعقولنا هي رؤوس أموالنا، ما قلت لك هذا الزمن أصبح لنا، لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا، بالعزم غنينا. بعونه ربنا، إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا فينا. هذا الزمن أصبح لنا، ما تلقى ضعف في قلبنا، لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا. الله مستمعي الكرام، طبعا حركات جلال ما راح تنتهي. جلال انت بتحرق الليت علينا ترى. ما راح نعرف احنا على الهواء ولا تحت الهواء. اذا مستمعين الكرام متواصلين معكم في برنامج شباب على الهواء، وخلونا نروح لفقرة الزاوية 90 ونطرح كذا مجموعة من الاخبار الرياضية اللي جاءت فيها الفترة الأخيرة. وخلونا نبدأ مع الخبر الأول وخسارة منتخبنا الوطني، حيث خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من منتخب كوسوفو بهدف مقابل لا شيء، الذي لا يزال ينتظر الاعتراف الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك الاتحاد الأوروبي في المباراة التي جمعت المنتخبين في كوسوفو من ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه المنتخب الوطني، وذلك استعدادا لبطولة كأس الخليج القادمة في نوفمبر بالسعودية، وكذلك كأس أمم آسيا في أستراليا 2015.
على أمل أن يلتقي مع كوستاريكا والأرجواي وديا في أكتوبر المقبل هنا في السلطنة قبل السفر إلى السعودية. وجاء الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 84 عن طريق كريستيان نوشي. ويلاقي منتخبنا الوطني منتخب سوريا في 6 مساء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر، وذلك في آخر تجربة دولية ودية يسعى من خلالها الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا إلى رفع وتيرة التحضيرات التي تتناسب مع أهمية المرحلة القادمة واستعدادا لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام بمدينة أنشون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 سبتمبر الحالي وحتى 4 أكتوبر المقبل، بمشاركة ما يقارب 15,000 رياضي وإداري من 45 دولة من القارة الأسيوية. وكان منتخبنا الوطني قد كسب في المباراة الودية الأخيرة مع نادي فنجة بهدفين مقابل 0. طبعا مشاعل تقصد المنتخب الأولمبي، لا يعني لخلط ما بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. طبعا استعدادا لنفس البطولة اللي هي دورة الألعاب الآسيوية اللي تقام إن شاء الله في مدينة أنشون بكوريا الجنوبية، يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد معسكره الخارجي بسلوفينيا، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة أنشون بكوريا الجنوبية. وسيخوض المنتخب خلال مشاركته في معسكره الخارجي عددا من اللقاءات الودية التي تم تأمينها مع عدد من الأندية والمنتخبات. وحل منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية با في المركز الثاني في ختام البطولة العربية 23 للرجال والثالثة عشر للنساء، والتي اختتمت بتونس، كما حصل منتخبنا ألف على المركز الرابع. وتأتي المشاركة في هذه البطولة استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام بمدينة أنشون بكوريا الجنوبية. ومثل منتخبنا با هيثم الشريقي وأحمد الحسني، ومثل منتخبنا ألف اللاعبان مازن الهاشمي وفيصل الصبحي. يتطلع لاعبو المنتخب الوطني للناشئين اليوم التقدم إلى الأمام عبر البوابة التايلندية والدخول كطرف في المنافسة لخطف إحدى بطاقتي العبور إلى الدور الثاني من التصفيات النهائية لبطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاما والمقام حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى. ويلعب المنتخب الوطني مباراته اليوم مع المنتخب التايلندي في 8 مساء بتوقيت بانكوك على ملعب جوان ثونغ. وكانت المباريات الأولى في هذه المجموعة قد أسفرت عن خسارة المنتخب الوطني من كوريا الجنوبية بهدف مقابل 3، بينما استطاع المنتخب الماليزي أن ينتزع فوزا ثمينا من المنتخب التايلندي صاحب الأرض والجمهور بهدف دون رد. وأخيرا اختتم الاتحاد العماني لألعاب القوى بمجمع صلالة الرياضي دورة التضامن الأولمبي لمدربي النخبة، وذلك تحت رعاية الشيخ بدر بن علي الرواس رئيس الاتحاد العماني لكرة الطائرة، والتي أقيمت بالتعاون بين الاتحاد العماني والاتحاد الدولي لألعاب القوى وبدعم من لجنة التضامن الأولمبي، حيث احتضن المجمع الرياضي بصلالة أنشطة الدورة والتي جاءت بمشاركة 20 مدربا للمنتخبات الوطنية لألعاب القوى والحرس السلطاني العماني والجيش السلطاني العماني وسلاح الجو العماني وشرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم وأخيرا وزارة الشؤون الرياضية. يلا يا فطنة، يلا شد الحيل، ودائما الهند فيها الهنا. يلا يا فرحين يا فرحين يا فطنة أرجوش. يلا عاد، يلا يا الله، يلا حسن يرميها بعيد، يلا يا رب. يلا عاد أريدكم تشجعوني بقوة، ها؟ ما أريد حد يسكت. يلا يا جماعة شجعوني يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3. سوتها فطنة يا فالح، سوتها. أسميها أنها خطيرة، هذه الإنسانة خطيرة. هذه فطنة بطلة من العيار الثقيل، هذه المفروض برج الصحوة يشلوه يقلعوه منك من مكانه ويسووا بيت مثال هناك، يكون يشوف اللي رايح واللي جاي، حتى اللي نازل في المطار يشوفه منك بعيد. تمثال عاد مرة واحدة بس. إذاعتي الشباب تبقى تبقى دنيا فيها نار.
رح نرجع لكم مستمعينا بعد الفترة الدينية إن شاء الله. خلكم على السماء. هلا يا شوق، 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 وصلني على اللقيا تسابقني. هلا يا شوق وصلني، وأنا اللي ما أبد في يوم دروب الكون تبعدني. سلام الله على الأحباب، عدد ما طافت الأسراب، جمعنا للوصل الأسباب، ولا به شيء يمنعني. على الليل تسابني، أنا يا شوق وصلني، وأنا اللي ما أبد في يوم دروب الكون تبعدني. سلام الله على الأحباب، عدد ما طافت الأسراب، جمعنا للوصل الأسباب، ولا بشي يمنعني. ألا يا شوق، 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 وصلني. لكم أهدي حروف الشوق على رأسي، وإنتو فوق سيوف بسنا يبروك، فعول الطيب ترفعني. لنا عهد الوفا أزماني، دون أحرف العرفان، تراني ميلكم ألحان، جميع الناس تسمعني. تسابقني، ألا يا شوق وصلني، وأنا اللي ما أبد في يوم دروب الكون تبعدني. سلام الله على الأحباب، عدد ما طافت الأسرار، جمعنا للوصل الأسباب، ولا بشي يمنعني. ألا يا شوق، 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 وصلني. زرعت بالهنا والخير معاني الود لاجل الغير، غلاكم في فؤادي غير، معاكم شوقي يجمعني. عسى رب الملا والجود يهني خاطر الموعود، وانا ما بينكم موجود، ورح بالكون يوسعني. على يوسعني تسابقني، ألا يا شوق وصلني، وانا اللي ما أبد في يوم دروب الكون تبعدني. سلام الله على الأحباب، عدد ما طافت الأسرار، جمعنا للوصل الأسباب، ولا بشي يمنعني. ألا يا شوق، 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 وصلني. ولو درب الليالي طال، رسمنا للأمل أمان، إلهي جمل الأحوال، لكم أقدار ترجعني. على اللقيا تسابقني، ألا يا شوق وصلني، وأنا اللي ما أبد في يوم دروب الكون تبعدني. ألا يا شوق، 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 وصلني. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب، شباب على الهوى. شباب على الهوى، على الهوى يا شباب. وسوالفنا شبابية، سوالف شبابية، خير تجمعنا بالحب نلقاكم. سوالف شبابية، سوالف شبابية، خير تجمعنا بالحب نلقاكم. سوالف شبابية، سوالف شبابية، سوالف شبابية. على وين؟ على وين يا شباب؟ خلك معانا،
الشباب على الهواء. كل ما يهمكم يا شباب في شباب على الهواء، يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الثانية وحتى الرابعة عصرا. شباب شباب على الهواء، على الهواء يا شباب. شباب شباب على الهواء. شباب شباب على الهواء. شباب على الهواء مستمر معاكم مستمعين الكرام حتى تمام الرابعة، وطبعا هذه الفلاشة هي شباب على الهواء، وينبهنا طبعا جلال أن أنت على الهواء يعني، وشكرا لك يا جلال على فلاشة مال فطنة. فطنة يقول لك خلاص بيحطوها مكان برق الصحوة. شكرا لك يا جلال. كانت تلعب قوة الظاهر هي. ما شاء الله عليها. إذن خلونا نروح لمجموعة من الرسائل النصية اللي وصلتنا. في رسالة تقول: أشكركم على هذا البرنامج رائع، كلام من ذهب راق لي، وهو: إن لم تكن كاتبا تنفع غيرك، كن قارئا تنفع نفسك. أبو محمد حمود بن حمد التبعي. شكرا لك يا أبو محمد. شكرا لك يا أبو محمد. ورسالة ثانية تقول: للأسف غير محملة باسمه، كان هدفي أكون ضابط شرطة وما حصل، ورحت كلية المعلمين وتطورت. حلو، جميل، حلو، يعني ما وقف عند الهدف اللي هو راس منه، بالعكس يعني سعى لهدف ثاني وطور من نفسه، حتى يمكن هذا الوضع الحالي يكون أفضل ويحقق فيه نجاحات أكبر إن شاء الله. نروح لي أيضا للمشاعر رسائل ومشاعر الإحباط. تقول: عليك باكتشاف الخطأ وتعديله حتى يكون لك دافعا لتجنب ألم الإحباط إلى لذة ومتعة الإنجاز. فيصل الرحيلي، كل التحايا لك يا فيصل على هذا التواصل. ونروح أيضا لرسالة أخرى. رسالة أخرى تقول، هي ملخبطة شوية لكن أحاول كذا ما ضرني شؤم الحياة وضيقها، إن كنت أنظر باتساع المدى أمل بعيني، عشته ويعيشني خير من الإحباط، يذهبني سدى، هكذا الحياة جميلة بدون إحباط. هذا من عز، من عز، رسالة جميلة، أتمنى أني قريتها صح. شوية لخبطة اليوم معاني، اسمحين عز، شوية الكلمات داخلة على بعضها. بس رسالتها وصلت كلها أمل وتفاؤل. نروح لي طبعا عالي بمقامي، احنا يلت يعني تصلين اسمك لكن هو في رسالة تقول: أنا أخذ رصيد لعيون البرنامج. يعطيك العافية يا عالي، ولكن لو تذكرين اسمك وتأخذ رصيد ما في مشكلة، لكن أنت ترسلي بدون ذكر الاسم. أيوه. أخذ رصيد وارسلي باسمك يعني يكون أفضل. خل نروح للرسائل النصية أو إجاباتكم على السؤال. طبعا ما شاء الله اليوم مثل ما ذكرنا يعني تفاعل كبير مع في الإجابة على السؤال. خل نروح لي نذكر أسماء الأشخاص اللي أجابونا بشكل صحيح، واللي ما ذكرنا اللي ما راح نذكر أسماءهم خلوهم يعيدوا مرة ثانية إرسال إجابتهم. ناصر الزيادي، ناصر أيضا، ناصر الزيادي، عبد الرحمن العريمي، أحمد بطاشي، جميع الهنائي مرة ثانية، حميد الغريبي، فائل ما واضح شوية رسالة، خالد الحراسي، خالد القاسمي. طبعا هذا مجموعة من الأسماء، إجابات وإن صحيحة. شاء الله الفرز راح يكون بكرة. خلونا نروح نستقبل هذه المكالمة. معك يا مشاعل. ألو ألو، نعم، مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ كيف الحال؟ الحمد لله. مساءكم دائما منور بهالكلمات الجميلة صراحة. الله يخليك بوجودكم وتواصلكم معنا. واللي حق البرنامج ما يكون مخبط أبدا بأمانة. نعم، اللي يستمع للبرنامج ما يكون عنده إحباط أبدا. ما شاء الله. إن شاء الله دائما. الله يبعد عنك الإحباط يعني. إن شاء الله نبعث لكم كذا إشعاعات من الأمل والإيحاءات الإيجابية دائما في حياتكم. ما شاء الله عليكم. وتحية حق هالمخرج المبدع دائما في جلال. لا لا جلال، ما علي كلام، ما شاء الله عليه. من معنا؟ معك سليمان العاصمي. سليمان العاصمي، كيف حالك؟ الحمد لله طيبين والله. وصلت لديارك؟ والله لا في مسقط. في مسقط. ساعدنا ان شاء الله على التمرين، يوم بنكون في ادم ان شاء الله. زرت سور؟ بيروح ادم ما شاء الله. هو يرجع على نهايه الاسبوع. سليمان، ها خبرنا سليمان، زرت سور؟
والله صور ما شفت بعيون البر اللي في التلفزيون. ما شاء الله. ليش ليش يا سليمان؟ روح الداخلية يزكي وكري والماكل قريبة أحسن. حلو صرصة. ما تريد تقرب كذا المدن الساحلية؟ معقولة؟ يمكن في ناس بأمانة أماكن قريبة يكون فيها أشياء ما يعرف عنها، لكن تستغرب لما تتفاجأ فيها يعني. أي بالضبط. صحيح. يعني هو يمكن يكتشف الأماكن البعيدة والأماكن القريبة يخليها على قد شوي. جميلة صور سليمان. لكن الغريبة سليمان يعني مفترض كذا تطلع لك على إجازة العيد أو واحدة من الإجازات كذا تقضي لك جو أو جو متعة في صور. مع ربعك. ما عليك، ترى في جدول، انت لازم تخطط اذا في عندك اجازه طويله في جدول تعد يعني، ما لك ليش ايامك يعني. صحيح. واحنا تكلمنا عن هذا الموضوع الخميس الماضي. اي وما شاء الله ضبر لك كذا رحله. احنا سليمان طبعا نتكلم عن موضوع كيف احول الاحباط الى قوه دافعه للنجاح، وما شاء الله انت داخل علينا بتفاؤل وكذا حاله نفسيه جميله ما شاء الله عليك. خبرنا اكثر عن هذا الموضوع واذا لك تجربه في هذا الموضوع. انا اشوف بهذا الموضوع بتكلم في كلمه من الكلمات المحبطه دائما ما ترددها طبعا عند الاطفال بامانه. واللي هي يعني دائما نخلي نفسنا عند الكلمات الايجابيه والكلمات السلبيه نبعدها بعيد. فدائما الانسان اذا مقبل مثلا على افكار مثلا يريد يبنيها في حياته يعني مثلا احنا ما نكون نوقف معه وهو يوقف مع نفسه. بس انا ما نجيب الشيء اللي يحبطنا في هذا الشيء وما نستمر فيه، الاستمرار في هذا الشيء انا اشوفه بامانه بادره جميله من الشخص يعني. ممكن تسمع كثير نقاط سلبيه ونقاط تحبطك في هذا المشروع مثلا انك تيأس بانك تنزل الى تحت، لا انت دائما ترتفع الى فوق وبالنقاط الايجابيه طبعا بتحقق كل امنياتك في الحياه. حتى هو ذكر سليمان انت قاعد تذكر موضوع النفس، والله سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم، ودائما هي خلي دائما الافكار الجميله والجدول اللي انت تعده خلي دائما يكون ايجابي، لو في مثلا نقاط لازم يكون في نقطة ونقطتين تحبطك، لكن انت خليك دائما انت رافع مستواك في النقاط الايجابية والافكار الجيدة يعني. وما حلو انك تستشير يعني الناس اللي قريبين ومنك ومروا في تجارب، تستشيرهم بتستفيد منهم يعني. بالفعل، وحتى في مجال العمل سليمان بما انك انت يعني سواء كان في القطاع العام او القطاع الحكومي او القطاع الخاص، يعني حتى في بداية عملك الشخص يمكن شوي يخطأ او ما يؤدي عمله بشكل المطلوب واللي حوله يحبطه، يعني هنا تظهر كيف قدرتك على تجاوز هذه المرحلة وتظهر وتثبت نفسك في مجال العمل. ودائما الزبدة هي الابتسامة أول شيء. يا سلام يا سلام. بس أنا بأمانة الحين أن الأطفال مقبلين وطلابنا مقبلين على المدارس وكذي يعني لو لاحظت عليهم أي نقطة أو شيء لا تحبطهم وتعطيهم شيء سلبي. دائما ردد معهم الكلمات الإيجابية وأعطيهم شيء إيجابي حتى هو يرفع من مستواه يعني. خاصة الحين في مرحلة بداية المدرسة. أيوه. والرسائل هذا اللي توصل في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على الواتساب المدرسة والمدرسة هذا نحاول نبتعد عنها بشكل كبير ونرسلهم رسائل كذا الإيجابية، الرسائل اللي تحفزهم. حتى على طاري الرسائل اللي وصلت عن طريق الواتساب يعني كانت مبالغ فيها حقيقة. بالفعل. يعني احنا لما كنا مقبلين على أيام الدراسة كنا يعني ننتظر المدرسة يعني نروح نكوي ملابسنا، الجوتي ملمع والدفاتر والأقلام كل شيء يعني حتى عشان نروح نختار لنا مكان. صحيح. في الفصل وين نقعد. الحين تحس ان قاعدين يعني يرسلون إيحاءات من عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي سلبية. بالفعل. جدا. ايش رأيك يا سليمان في هذا الموضوع؟ والله هو انا اقول لك بامانه دائما احنا نبعد نفسنا عن هال يعني انا اقول لك هي التواصل الاجتماعي هي مفيده جدا بس احنا دائما نتجاوب فيها بالشيء اللي قابل اللي يثقف الناس الثانيين اللي يجتمعوا ويقروا هذه الرسائل اللي توصلهم. جميل جميل. فدائما خليك ايجابي متواصل مع اذاعه الشباب لان فيها برامج مفيده بامانه. انا مش مجامله جامد بس بامانه شاركت ولا ما شاركت فيها مواضيع تطرح في البرنامج جزاهم الله الخير ومفيدة لجميع أفراد المجتمع أصلا. الله يخليك. وهذا هو الهدف من البرنامج يا سليمان وإحنا نشكرك على تواصلك. تقدم مساءكم دائما جميل وشكرا كثيرا لكم على هالكلمات الابتسامات الجميلة اللي نسمعها في البرنامج. شكرا لك يا سليمان وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الله يحفظك وترجع عدن بالسلامة ما شاء الله عليك. مكالمة أخرى خلنا نستقبل هذه المكالمة ونقول مرحبا. اهلا وسهلا حياك الله معنا. حياك الله. نتعرف عليك في البدايه. خالد الحبشي معك. حياك الله يا خالد. من وين ولوين يعني اذا كنت في الطريق ولا خلاص وصلت؟ في البيت. في البيت وصلت. ها؟ اسمع صوت المكيف والجو بارد. يعطيك العافيه. سمعت ايش خالد؟ اكيد مكيفين. هذا خلاص يعني ناوي على النوم لحد المغرب ما شاء الله. يعطيك العافيه خالد. خالد زرت صور ولا؟ والله زرت صور. زرت صور. كيف شفت صور؟ أربع مرات خمس مرات. أو ما شاء الله. أنت عكس سليمان يعني. ها؟ أقول عكس سليمان. سليمان يقول لك ما راح أبدا.
كيف شفت صور وكيف شفت الأقوال؟ كيف شكلك تعرفها؟ أيوه شكلي. ما شاء الله عليكم، يعطيكم العافية إن شاء الله. حياك الله. موضوع حلقتنا اليوم كيف تحول النجاح أو الإحباط إلى قوة دافعة النجاح. خبرنا يا خالد، سواء كانت تجربة شخصية أو معرفة عامة. إن شاء الله. أكيد لما واحد يكون محبط شيء أكيد بيعيش محبط طول حياته يعني. بس الشخص لما يكون إيجابي إيجابي في حياته الحمد لله بيحقق كثير كثير أشياء من في حياته يعني. وأنا صراحة الحمد لله إنسان إيجابي وما أحب لحظات كثير. عساك دوم يعني. ما شاء الله هو واضح من الكلام ومن حتى من الابتسامة. خال انت ترس ولا سمعت جلال يقولك؟ حتى هو بعد مبتسم ترى. اكيد جلال صديق عزيز علينا. ما شاء الله. خال انت ترس ولا تشتغل؟ والله انا عندي اعمال حره. اعمال حره وكيف يعني اعمال حره؟ هنا يمكن تظهر عوامل الاحباط وعوامل النجاح. كيف كان البدايه يعني؟ والله في بدايه الحمد لله رب العالمين شويه يعني صابني بعض الاحباط، لكن الحمد لله رب العالمين بعدين بدأت اطور من قدراتي وكذا يعني، ما شاء الله والحمد لله رب العالمين راح الاحباط والحمد لله الحين ايجابي في كل حياتي ما شاء الله. عساك دوم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا خالد على هذا التواصل. تحياتي لمشاعر وتحياتي لجلال. شكرا لخالد. شكرا لك. انا ما له تحيات شكلي. لا اول شيء رحب فيك حرام عليك. شكرا لك يا خالد على هذا التواصل وان شاء الله دوم تتواصل معنا. خلينا نروح مستمعين الكرام قبل 8 دقائق من النهاية إلى أنا اليوم لازم أسافر، إذا ما سافر ما أحس نفسي يعني لازم خلاص يلا سافر. لا شغل الروبر شغل الطائرة. يرجى الانتباه على الأحبة المسافرين على متن طائرة الشوق التوجه إلى بوابة المغادرة. وصلنا مستمعينا الكرام إلى فقرة السفر، وسفرنا اليوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية، دولة عربية تقع جنوب غرب آسيا تتوسط الشرق الأوسط بوقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بلاد الشام والشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية، لها حدود مشتركة مع كل من سوريا من الشمال وفلسطين من الغرب العراق من الشرق، وتحدها شرقا وجنوبا المملكة العربية السعودية، كما تطل على خليج العقبة في الجنوب الغربي حيث تطل مدينة العقبة على البحر الأحمر، ويعتبر هذا المنفذ البحري الوحيد لنصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وأسس الأمير عبد الله بن الحسين عام 1921 إمارة شرق الأردن بمساعدة بريطانيا، وكانت خاضعة آنذاك الفلسطين الانتدابية. استقلت عام 1946 ونودي بالأمير عبد الله ملكا عليها، فعرفت منذ ذلك الحين باسم المملكة الأردنية الهاشمية. مناخ الأردن هو مزيج من مناخي حوض البحر الأبيض المتوسط والصحراء القاحلة، حيث يسود مناخ حوض المتوسط في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، بينما يسود المناخ الصحراوي في غالبية البلاد. وبشكل عام فإن الطقس حار وجاف في الصيف ولطيف ورطب في الشتاء، وتعتبر السياحة هي واحدة من أهم القطاعات في الاقتصاد الأردني، تصل عائدات السياحة إلى نحو 3 مليارات دولار. وأيضا في الأردن السياحة العلاجية تقدم بالأخص في منطقة البحر الميت وفي مناطق أخرى عدة، حيث تتوافر كل مقومات العلاج الطبيعي من مياه حارة غنية بالأملاح إلى طين بركاني، وصولا إلى ممارسة رياضة المشي والغوص في الشعاب المرجانية في العقبة. وعند حديثنا عن أهم المواقع الأثرية في الأردن، فإن البتراء أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة التي تقع على بعد 270 كيلومتر إلى الجنوب من عمان، وهي واحدة من أهم مواقع الجذب السياحي في الأردن، حيث تأمها أفواج السياح من كل بقاع الأرض، ويأتيها الباحثون عن تجليات التاريخ الإنساني والراغبون باستحضار العصور الغابرة في رحلة تختلط فيها المتعة بالمعرفة. وصولا إلى جرش، مدينة الآثار الرومانية ذات التراث الحضاري العريق وإحدى المدن الأثرية القليلة في العالم التي حافظت على كل معالمها حتى اليوم، فما زالت ساحات المدينة وشوارعها وأعمدتها ومسارحها الأثرية شاهدة على العهود اليونانية والرومانية. احنا يا البيضاء
أما الكرك يحتوي على قلعة مهمة تعود لزمن صلاح الدين والمعروفة باسم قلعة الكرك التي بناها الصليبيون لتكون نقطة اتصال استراتيجية متوسطة بين قلعة الشوبك والقدس خلال فترة سيطرتهم على الطريق السلطاني الذي انتشرت القلاع على الهضاب المرتفع المطلة عليه. وفي القلعة ممرات سرية تحت الأرض تقود إلى قاعات محصنة، أما أبراج القلعة فإنها تمنح الناظر من خلالها مشهدا طبيعيا خلابا للمنطقة أو للمنطقة المحيطة. قام صلاح الدين بتحريرها بعد هزيمة الصليبيين في معركة حطين. وتعتبر البيئة الأردنية بيئة غنية متنوعة، حيث تتمتع المملكة بالثراء الطبيعي الذي يجمع بين البادية والريف، وتتعانق فيها الصحراء مع الحقول الخضراء. وتبعا لهذا التنوع البيئي تتنوع الحياة والكائنات الحية النباتية والحيواناتية، وقد تأسست المحميات الطبيعية للحفاظ على الأنواع النادرة من الحيوانات البرية وحمايتها من الانقراض. اخترنا لكم. لا يوجد شيء يستطيع اضطرابك سوى أفكارك أنت، وأنت لديك القوة على رفض كل الأفكار التي بداخلك. إذا كان لديك رغبة حقيقية للتخلص من أي عادة مدمرة، فإنك قد شفيت بالفعل بنسبة 51%. إذا أردت الحكمة بقدر ما أردت الهواء، حين تكون غارقا في الماء فإنك ستحصل عليها. إن الحياة لا تعاقبك إن أنت تفعل ذلك لنفسك بأفكارك السلبية. إذا كنت تتحبب للحيوان فلن يهاجمك أبدا، فما بالك بالإنسان. إنك لا تستطيع أن تشتري السعادة بكل أموال العالم، إن مملكة السعادة موجودة في فكرك ومشاعرك. إن العقل هو الذي يجعلك سليما أو مريضا أو تعيسا أو سعيدا أو غنيا أو فقيرا. ارفع من قدر نفسك بالحديث إليها إيجابيا. إن الشخص الذي يبالغ في التمسك بآرائه لا يجد من يتفق معه. ليس الانتصار أن تتغلب على الآخرين ولا أن تتفوق عليهم، الانتصار الحقيقي أن لا يستطيع الآخرون العيش بدونك. وكلمة أخيرة، من أراد أن يغير من حاله ويرتقي بها في سلم الكمال فعليه أن يوطن نفسه على مواجهة الصعاب، وليعلم أن الطريق لن يكون سهلا خاليا من الأكدار والمنغصات. ومن أراد التغيير دون أن تواجهه مشاكل في الطريق فهو لم يعرف حقيقة الحياة وطبيعة التحول والترقي. وإذا كانت المعاناة من ضروريات التغيير، فإن الأمر السلبي الذي قد يصاحب التغيير هو حالة الإحباط التي قد تصيب الإنسان من هذه المعاناة. والحقيقة أن الإنسان قد يجعل من الإحباط قوة دافعة للإنجاز وتحقيق أهدافه وطموحاته. كذا كانت مستمعينا حلقتنا لليوم، وكيف يكون الإحباط قوة دافعة للنجاح. كانت معاكم في الإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمية، وكان عبر نقل الصوت سعيد الخروصي ومشاعل بنت سعيد القاسمية. لازم. وكان معكم في الإخراج جلال الخويثري، وفي التنسيق سيف سيف الهلالي. وشكر موصول لكم مستمعين الكرام على متابعتكم وتفاعلكم معنا. غدا نلتقي في نفس الموعد من الثانية وحتى الرابعة. إلى اللقاء. وعودك بالتزام لن تبعد قد الكلام معاك.
صلبان الحر ما عمره يطيح كم لي تمنى ويوصلون والزين ما يأتي بهون حنا إذا نعشق نصون يا راعي القلب الشحيح لو كان ذا غير الزمان وما كان به غيرك حنان ما بيك دام الأصلبان الحر ما عشقي أنا عشق الشيوخ ما فيه معنى للرضوخ ما عاش حب بلا شموخ هذا هو الحب الصحيح لا 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 تفكر أو تقول ماني على وصلك ميول ما دام عندك ألف قول خلك مكانك واستريح عشقي أنا عشق الشيوخ ما فيه معنى مساكم مساكم أحلى أحلى مساكم أحلى 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 مساكم أحلى 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 مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب اف ام يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب اف ام مساكم مساكم أحلى أحلى مساكم أحلى مساكم أحلى من الأحد إلى الأربعاء من الخامسة إلى السابعة مساء تابعونا على إذاعة الشباب من سلطنة عمان
خدك ولا اشتاق مبسم ولا عيونك بالوله دورت لي ولا لارتعش صدرك ولا لان معصم ولا كوات كشواقي اللي كواتني ما اشتاق لي خدك ولا اشتاق مبسم ولا عيونك بالوله دورت لي ولا لارتعش صدرك ولا لان معصم ولا كوات كشواقي اللي وقفت لي يفداك لو انا بخسر الوقت وبنام اغنيمتنا احلم بها بس جت لي بس جت لي انا تظلم من ظلايم ظلايم وقفت وايام الجفا وقفت لي يفداك لو انا بخسر نتجول بين المعلومات نستقي علما يجعلنا نتناغم مع الكون تمعن وقفة لفهم الكون وآلية عمله تمعن يأتيكم كل اثنين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان تمعن مع عايدة البلوشية
كلمه حبيب واناديك خايف اذا تسمعها تذكر علي وبداخلي ودي انا انتحر فيه لكن ادور بنفسي اصبر شوي ما اقول ما اقول انا كلمه حبيبي واناديك خايف اذا تسمعها تغتر علي وبداخلي ودي انا انتحر فيك لكن اقول بنفسي اصبر شوي إذاعة الشباب من سلطنة عمان موسيقى
كامل وقبالي حاير محبوبي محبوبي هو عمري نهدي حياتي لي ما يخاصمني ما يعاتبني بعمري اني افدي محبوبي قلبي محبوبي قلبي محبوبي قلبي تريا تروى علي خبرني مهما يغيب قلبي يبغي وحشني نهار لي يجيني فيه وحشني نهار لي يجيني فيه وحشني نهار لي يجيني فيه عليك مصدر عليك مصدر عليك مصدر شباب من سلطنة عمان We'll be right back.
تشيل هم تشيل همي قبل ما تشيل همك. واليوم اجي من العينة واتألم واروح ما حركت قطرة في دمك. جيتك وفي داخلي هم تشيل همي قبل ما تشيل همك. واليوم اجي من العينة واتألم واروح ما حركت قطرة في دمك. هذا إذا باقي كلامي بهمك. إن كنت تبغى تذلني فأنت تحلم بتعيش ما حققت في غم حلمك. الوقت اللي فيه أتكلم هذا إذا باقي كلامي معنا إذاعة الشباب من سلطنة عمان. بتجي لغ العيون ساهمها ليكون بالحيل
جت الجو مر العمر دونه وياه بس يحلو العمانية مختارات يومية من الموسوعة العمانية. إعداد وتقديم محمد المرجبي، إخراج سيف الجرداني. الأنفلوس. جنس أسماك سطحية من عائلة الأسماك الدولفينية، من أسمائها العربية أنفلوس وأسماك الدولفين، ومن أسمائها المحلية أنفلوس، حنبلوس، عنفلوس وعنقلوس. جسمها يشبه الدولفين، فهي مضغوطة من جانبيها ورأسها ذو انحدار واضح، ويزداد انحدار جبهة ذكور هذه الأسماك، وبها فم كبير وفكها السفلي ممتد إلى الأمام. تغطي جسمها حراشف ملساء صغيرة وقرصية الشكل، وبها زعنفة طويلة واحدة في ظهرها تمتد من أعلى رأسها حتى ذيلها. والأنفلوس من الأسماك المحيطية والسطحية، تنتشر على امتداد السواحل العمانية، ومما يميزها أنها تقتفي أثر السفن والأجسام العائمة، وتوجد في أزواج أو أسراب قليلة العدد تحت هذه الأجسام، وتشاهد منفردة أيضا. تتغذى سمكة الأنفلوس في النهار على الأسماك الصغيرة والقشريات والحبار، وتؤثر الحرارة في موسم هجرتها، إذ تقوم بتتبع تيارات المياه الدافئة، وتصاد بالبكرة المغزلية والخيوط الطافية. ويوجد نوعان من هذه الأسماك في عمان، هما أولاً الأنفلوس الشائع أو سمكة الدولفين الشائعة، وتسمى أيضا ماهي ماهي، وتعتبر من أنواع الأسماك الكبيرة، إذ يبلغ طولها حوالي مترين، لونها أزرق معدني لامع. أما جوانب جسمها ففضية ذات لمعة ذهبية. وينتشر هذا النوع على طول الساحل العماني ما عدا مياه الخليج العربي. والنوع الثاني الأنفلوس البمبانو أو سمكة الدولفين البمبانو، ويبلغ طولها 75 سنتيمترا، لونها أزرق مخضر ومعدني، وعلى جوانبها لمعة ذهبية، وتنتشر في أنحاء جسمها بقع رمادية داكنة. الموسوعة العمانية، دليل الموسوعة، دليل الموسوعة. معلومة اليوم من المجلد الأول الصفحة 346. الموسوعة العمانية، مع تحيات
محمد المرجبي وسيف الجرداني. احسبني طير وطار، احسبني ميل حوثاب للعتبة يا عيار، جند الحقيق جذاب. احسبني طير وطار، احسبني ميل حوثاب للعتبة يا عيار، جند الحقيق جذاب. جبت عمرك تجذب وانا صدق بيك، جنت احلق براسك والوفي مسمي. جبت عمرك تجذب وانا صدق بيك، جنت احلق دافي بعد واخر كبد لك لو متيت ما عود ابد. حبك لعب حجيك كذب مليتك يا غدار، ابعد خلاص صاير قصاص مشيها براس الصغار. حبك لعب حجيك كذب مليتك يا غدار، ابعد خلاص صاير قصاص مشيها براس الصغار. واحسبني طير
إذاعة الشباب من سلطنة عمان. بعد قليل أنتم على موعد مع برنامج مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب.